بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. الحقيقه النهارده فقرتنا الحواريه اللي بتبقى في النصف الثاني من حلقتنا معانا فريق مرتبط كره اليد مواليد 2002. الحقيقه هذا الفريق كان عنده بطوله مهمه جدا وهي بطوله المرتبط، هو مرتبط مع الدرجه الاولى، في فرقتين بيكونوا مرتبطين مع نتائج الدرجه الاولى. احدى الفرقتين كان مواليد 2002 والحقيقه نجحوا بشكل كبير جدا ان هم يفوزوا بدوري المرتبط في بس بهزيمتين وتعادل واحد فقط. اما بالنسبه لنادي الزمالك يعني المنافس التقليدي كانوا فازوا عليه الثلاث مباريات اللي لعبوه فيه. فالنهارده هيكونوا معانا بعد تتويجهم بدوري المرتبط. طبعا هذا الفريق بيقوده الاسطوره الكبير كابتن اشرف عواض، وهيكون معانا مجموعه من اللاعبين، هيكون معانا علي ايهاب ومصطفى عبد الرحمن ومحمد ايهاب وعبد الرحمن ايمن، هنتكلم معاهم عن البطوله وتتويجهم، خاصه ان 2002 دول خلاص 21 سنه بيكون بشكل كبير يعني وصلوا النضج كبير، فيهم مجموعه هتلعب مع الدرجه الاولى وفي مجموعه هتلعب في انديه اخرى ممكن لو وقفت على رجليها ترجع تاني، يعني هنتكلم معاهم عن كل شيء ورحلتهم مع دوري المرتبط. هنروح لاخبارنا وهنبتدي ايضا بكره اليد. المباراه القادمه للفريق الاول بالنادي الاهلي لكره اليد طبعا بقياده مستر ديفيد ديفيز هتكون مع البنك الاهلي. مباراه مهمه، البنك الاهلي عامل طفره جيده جدا في الحقيقه في العاب كتير، كره اليد، كره السله سيدات، يعني وجود البنك الاهلي على الساحه برضو يعني ساهم بشكل كبير في يعني اثراء الدوري في بعض الالعاب المختلفه. طيب المباراه هتيجي امتى؟ المباراه ان شاء الله هتكون بكره مواجهه الاهلي في الجوله دي، هتبقى الجوله الثامنه بالمناسبه، دي هتبقى الجوله الثامنه. طبعا فرقتنا خاضت التمرين الاخير من ساعه وتحركوا، المباراه تتعمل في اسكندريه فاتمرنوا من ساعه وتوكلوا على الله على اسكندريه. الماتش هيبقى بكره زي ما قلت لحضراتكم الساعه كام؟ الساعه 4 عصرا في صاله القوات المسلحه بسموحه. فرقتنا دلوقتي فريق الاول لكره اليد بقياده مستر ديفيد ديفيس بيحتل الصداره برصيد 20 نقطه. ايوه زي ما حضراتكم سامعين كده، الحمد لله بعد فوزنا على نادي الزمالك بقينا احنا في ترتيب الصداره. هتفرق معانا؟ هتفرق معانا، هنخش الدور اللي بعد كده واحنا فارقين عن نادي الزمالك على الاقل نصف نقطه، ده الوضع اللي احنا كنا فيه احنا السنه اللي فاتت، كنا متاخرين بنصف نقطه عن نادي الزمالك. طيب الفوز عندنا كان على يعني على مين؟ كان على سموحه رايح جاي، كسبنا سموحه رايح جاي، وبعد كده تعادلنا كسبنا سموحه رايح اسف، وبعد كده تعادلنا معاه هناك، وكسبنا طلائع الجيش رايح جاي. والبنك الاهلي ان شاء الله مباراتنا العوده بكره، ولكن الذهاب فزنا فيه وسبورتنج ذهاب فزنا فيه والزمالك ذهاب فزنا فيه. يتبقى ان شاء الله الجوله الثامنه والتاسعه والعاشره، وبعد كده نطلع على الدور اللي بعد كده باذن الله واحنا محتلين الصداره. نتمنى التركيز في المباراه القادمه، مهم جدا نخش في الوضع اللي يريحنا لما نوصل لمباراه مع نادي الزمالك. لما انت بتحتل الصداره تبقى فارق نص نقطه، لما تيجي في الدور اللي بعد كده ويبقى الماتش الفيصل اللي بينك وبين نادي الزمالك بيبقى عندك فرصه للتعويض، يعني لا قدر الله لو خسرت بتلعب ماتش فيصل، انما لو انت داخل تاني بيبقى الماتش ده فاينل، مطالب منك تكسب وترجع تكسب تاني، فتبقى الموضوع صعب غير لما يبقى انت محتاج مكسب وحيد وتفوز بالبطوله بيبقى الموضوع اسهل. فاذا المباريات دي مهمه جدا، عشان كده دايما بنيجي نشرح ونعيد ونزيد فيها عشان نوضح للساده المشاهدين، وكمان كل الدعاء والتوفيق لهذا الفريق الحقيقه بيتعبوا والولاد عايزين يعملوا حاجه، خاصه عايزين يسعدوا جماهير النادي الاهلي. طيب هنروح لكره اليد سيدات، وعندنا مباراه ايضا قويه مع نادي سبورتنج. هتكون امتى المباراه دي؟ هتكون غدا باذن الله. طبعا الجوله هيكون في الجوله ال 12 وهتكون يعني باذن الله على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه كام؟ الساعه 6 مساء. طبعا بيقود الفريق الكابتن محمد عادل زولا وكابتن ميشا كابتن ميشو المساعد. فريقنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين وتابعتم على شاشتنا اكتر من مره، محمد وكابتن محمد عبد الوارث طبعا يعني لازم نذكره طبعا كاحد افراد الجهاز. فريقنا بتتصدر الحقيقه الدوري برصيد 32 نقطه، اقرب ملاحقين اللي هو نادي الشمس برصيد 27 نقطه. وعايز اقول حاجه، لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن الفريق ده وقلنا في بدايه الموسم كان تلقى هزيمتين في بدايه السنه، كان تقريبا من سموحه وراح خسران من الطيران، فاكرين يا جماعه؟ وحتى والساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي تساءل يعني طب ازاي الفرقه، يعني هو ايه اللي حصل، ليه تراجعت بالشكل ده؟ لو تفتكروا حضراتكم ساعتها احنا قلنا ايه؟ قلنا يا جماعه الفريق ده محتاج شويه وقت،
محتاج هارموني، محتاج ماتشات، جهاز فني جديد، مجموعه كتير جدا من اللاعبات تم تصعيدهم، مجموعه جديده جدا من اللاعبات اول مره يلعبوا مع بعض، تم تغيير المحترفه التونسيه في نص الموسم باخرى سنغاليه. يعني قصدي اقول لكم ان الفريق كان محتاج مباريات، واحنا راهنا ان المباريات هتحسن اداء الفريق. ال 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 النقاط بتقول اهو 32 نقطه انت متصدر وراك نادي الشمس، دايما المنافس بتاعك السنوات الماضيه كان نادي الشمس. المباراه اللي جايه سبورتنج مهم جدا نكسبها، هيتبقى لنا مباراه ثانيه مع نادي الجزيره، في حاله فوزنا على مباراه نادي الجزيره هنتصدر الترتيب، وده مهم جدا برضو عشان هنخش بنفس قصه الرجال، هتبقى فارق نص نقطه عن اقرب منافسيك وده هيديك ادفانتج عالي جدا جدا. طيب الفرقه عندها كام بطوله ناقصين؟ ده الدوري بتلعبه ولسه عندهم الكاس، حلو الكلام. وطبعا هيطلع من 8 فرق دول 4 يلعبوا دوره مجمعه على النهائيات، ولسه في بطوله المنطقه لعبوا فيها بعض المباريات ولكن لم تحسب بطوله المنطقه كمان، يبقى كده عندنا 3 بطولات منطقه، دوري اللي احنا شغالين فيه، وايضا كاس مصر. لسه الفريده الحقيقه ما لعبش بطوله كامله للنهائي، نتمنى التوفيق. احنا دلوقتي نعتبر في النص الثاني من مارس، الدنيا بتجري، هتغمض وتفتح تلاقي نفسك دخلت في شهر ابريل شهر مايو، الدوريات بتخلص، يبتدي بقى حصاد الموسم كله. طبعا اكتر واحد بيبقى مستني اكيد الحصاد ده هو كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، الحقيقه يعني بيبذل مجهود كبير جدا واحنا هنا بنحييه، لانه عايز واكتر واحد يعني موجود يعني نفسه الفرقه المختلفه تحصد اكبر عدد من البطولات. هنروح لسوبر سيدات السله، والجمعه اللي جايه ان شاء الله عندنا مباراه مهمه مع البنك الاهلي. لسه بنقول البنك الاهلي اهو في الخبر الاول، والخبر الثاني معانا البنك الاهلي في سيدات كره السله. الجوله ال11 ده هيكون في الجوله ال11 في الدور الترتيبي للسله، انتوا عارفين طبعا في 8 فرق، دي رابع مباراه في الدور الثاني العوده يعني. الماتش هيكون على صاله المقاولين العرب، هيكون الساعه 6 مساء يوم الجمعه باذن الله. طبعا فرقتنا ما كانتش لعبت في الجوله اللي فاتت عشان كان المفروض هتلاعب نادي الزمالك وبعد كده انسحب، فطبعا الثمانيه اللي فوق هم ما بقوش ثمانيه، هم بقوا 7 بعد انسحاب نادي الزمالك. فرقتنا دلوقتي في وصفه الترتيب برصيد 18 نقطه، جمعناهم من 9 جولات، بس خلي بالكم احنا في الوصفه بس متاخر لنا ماتش، يعني في حاله فوزنا هنتصدر الترتيب. طب ليه؟ لان احنا مباراتنا مع سبورتنج كسبناهم، فاحنا كده يعني الحمد لله رب العالمين ماشيين بشكل جيد، بيقود الفريق طبعا كابتن طارق خيري، الفرقه ماشيه بشكل جيد. السوبر المصري فزنا بيه، بطوله المنطقه ايضا فزنا بيها، يتبقى الدوري والسوبر السنه دي ان شاء الله، دوري السوبر والكاس لهذا الفريق، وبعد كده من السنه الجايه هيبتدي الفريق ان شاء الله يشارك في البطولات الافريقيه ان شاء الله بعد الفوز السنه دي بالدوري، ونبقى حامل لقب اسوة بنادي سبورتنج اللي شارك في افريقيا هذا الموسم كبطل لمصر الموسم الماضي، وفاز ببطولة افريقيا كأول فريق مصري يفوز ببطولة افريقيا في التاريخ. هنروح لرجال الكرة الطائرة، حضراتكم تابعتوا معانا الاسبوع اللي فات في الاخبار، الكرة الطائرة لعبت دور الثمانية في دوري السوبر، والحمد لله تأهلنا إلى دور الأربعة، هنلاقي نادي سموحة، اتقفل صفحة الدوري، رحنا على الكاس، عندنا مباراة مهمة إن شاء الله يوم الجمعة في دور الثمانية في كأس مصر، هتكون مع نادي الترسانة. طبعا بيقود الفريق الكابتن محمد مصالح ميدو، الحقيقة برضو نفس الشعار ونفس المتابعة، اللي متابع الفريق شايف الوضع إيه، الروتيشن عالي، الحفاظ على اللاعبين، تجهيز أكبر عدد من اللاعبين بحيث إن يبقى عندك سكواد يتحمل هذا الحمل العالي، الحقيقة مش بدني بس، بدني ونفسي. ان شاء الله بعد ما يعني ان شاء الله نفوز على الترسانه، بس خلي بالكم الماتش هتبقى هتلعب يوم الجمعه الجايه نادي الترسانه في دور الثمانيه زي ما قلت لحضراتكم، والماتش هيتلعب طبعا الساعه 2 الظهر في مدينه الستة من اكتوبر على مجمع الدكتور حسن مصطفى. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان احنا منتظرين طبعا مباراه سموحه تحديد ميعادها في الدوري، قبل النهائي هنلاعب سموحه. قبل النهائي هنلاعب سموحه وهنلعبهم بنظام بيست اوف 3. زي ما قلنا لحضراتكم نظام الكره الطائره السنه دي الدوري بقى بيست اوف 3، عشان تقول ان انت كسبت فرقه لازم تلعبها 3 ماتشات، بيبقى مباراتين ورا بعض، يعني مثلا لو لعبت مباراه السبت الحد بيبقى سبت حد مباراتين، لو حصل تعادل في النتائج بتاخد راحه لليوم الثالث، اليوم الرابع بتلعب المباراه الفيصل او المباراه المرجحه. وبالمناسبه المباريات بتبقى على اراضي محايده سواء للرجال ولا سيدات، يعني مش بيست اوف 3 بتلعب مباراه في ارضك وفي ارضه، لا بتلعب الثلاث مباريات في اراضي محايده، دي وجهه نظر الاتحاد، ولكن انا شايف انه يعني الاوقع ان انت يبقى اللي واخد ترتيب اعلى بتلعب مباراه عندي ومباراه عندك، لو حصل تعادل بتلعب المباراه الفيصل في ارضي، حتى في NBA في امريكا بيعملوا كده، لو لعبوا بيست اوف 7
في الفاينلز بتاعت الام بي اي بيبقى الماتش السابع في ملعب الفرقه الاعلى ترتيب، الفرقه الاعلى ترتيب في التصفيات، وده وضع طبيعي. ما ينفعش ان انا تبقى انت طول السنه عامل مجهود وبتتصدر الدوري وبعد كده ما ادلكش ميزه، مش هديك ميزه نقط بس هديك ميزه ملعب. فانا شايف انه الطبيعي انه يبقى ماتش عندي ماتش عندك، والماتش التالت لو انا ترتيبي احسن، انا اول بلاعب الرابع في الترتيبي في الترتيب، يبقى انا لما اجي الماتش الفيصل بيني وبينه يبقى نروح للمباراه عندي في الملعب، انا اللي سابق في الترتيب، وده يعني فير انف. ودي فكره بنقولها وبنحطها قدام لجنه المسابقات في الكره الطائره الرجال. هنروح بقى من الرجال للسيدات، نفس الوضع. عندنا السبت القادم الاهلي يواجه الزهور بربع نهائي دوري سيدات لكره الطائره. طبعا حضراتكم عارفين انه في التصفيات او في الادوار الترتيبيه تم اختيار الثمان فرق الاولى ولعبوا دور ترتيبي من الاول للثامن، وبعد كده رتب من واحد لاربعه حطهم في ناحيه، ومن خمسه لثمانيه حطهم في ناحيه، وعمل قرعه. قرعه من مجموعه الاول للرابع، وواحد من الخامس للثامن، طلعت قرعتنا مع نادي الزهور. برضو نفس الكلام هيتلعب بيست اوف 3. المباراه الاولى هتكون فين؟ هتبقى يوم السبت القادم. هيبقى في الساعه 2 الظهر وعلى صاله الشباب والرياضه. طب المباراه الثانيه هتبقى يوم الاحد على طول ثاني يوم زي ما شرحت لحضراتكم. ولو فزنا بالماتشين برضو على نفس الصاله، لو فزنا بالماتشين هناخد يوم راحه ونلعب الثلاث، يبقى سبت حد ان شاء الله ما نروحش الماتش فيصل، نفوز بالمباريتين بعد كده نطلع قبل نهائي وبعد كده نهائي. الفريده عنده الحقيقه منافسه قويه السيدات السنه دي، نادي الزمالك يعني عامل فرقه كويسه ودايما بيبقى ماتشاتنا معاه قويه، واخر ماتش احنا زعناه الحمد لله زي ما حضراتكم فاكرين، وكنا فزنا بنتيجه 3-1 وتصدرنا الترتيب الاول. فان شاء الله المباريات القادمه مع حتى مع نادي الزمالك هتبقى بنظام بيست اوف 3، فمهم جدا يبقى عندك السكواد جاهز وانت واقف على رجلك. هنروح لخبر اخر يخص الاسكواش ومتابعه للاعبنا مصطفى عسل، واللي بيلعب دلوقتي طبعا بطوله كناري وورف، البطوله الاسكواش اللي بتلعب في العاصمه الانجليزيه لندن. مصطفى عمل ايه؟ مصطفى فاز في دور ال 16 على بطل فرنسا، وكانت نتيجه الاصوات 2-0 طبعا، 11-5 11-3، كانت المباراه سهله طبعا. ده بطلنا مصطفى عسل. طب مصطفى هيلاعب مين في دور الثمانيه؟ برضه لاعب فرنسي اخر اسمه باتوستي ماسوتي، ده لاعب فرنسي. المفاجاه ان هذا اللاعب الفرنسي اخرج مروان الشرباجي من البطوله، يعني انت بتلاعب اخرجه من دور الكام؟ من دور ال 16. يعني مروان الشرباجي احد طبعا اللعيبه الجامدين في الاسكواش، خرج من البطوله من دور ال 16. مصطفى عسل هيلاعب اللي خرج مروان عسل الفرنسي طبعا ماسوتي. طيب مهم جدا مصطفى يفوز بالبطوله دي، مهم، لان انتوا عارفين ان مصطفى على صداره الترتيب العالمي، محتاج تجمع نقاط محسوبه بدقه. كل بطولات بتخشها وكل ايفنت بتشارك فيه بتجمع نقاط معينه عشان تحافظ على التصدير، على صداره التصنيف. طب بيفرق معاك ايه في صداره التصنيف؟ في القرعه بتتجنب الثمانية الأوائل في قرعتك في الأدوار التمهيدية، وده بيساعدك أكتر إن أنت ما تصطدمش بحد قوي في الأدوار الأولى 16 الدور 32، لما من دور الثمانية زي ده لا بتخش على الأبطال، وتبقى الحقيقة الموضوع تقيل في الاسكواش. عندك لعيبة كتيرة جدا في مصر كويسة، وعندك أيضا لعيبة على مستوى العالم أيضا كويسة. طيب هنروح لقرعة شباب سلة اليد بالمونديال. تعرفين السنة اللي فاتت شباب السلة تحت 19 سنة فازوا ببطولة أفريقيا، اتعملت فين؟ اتعملت في مدغشقر، وكان بيقود المنتخب الكابتن الكبير كابتن عمرو أبو الخير. الفريق ده بيضم عدد كبير من النجوم، نجوم صغيرين الحقيقة. أولا الفريق ده كان فيه ستة من الأهلي، طبعا على رأسهم سيف هنداوي، ولسه بقول سيف هنداوي أهو، بيبو زهران بيلعب في جامعة دلوقتي، عندك كمان علي وحيد، كريم حاتم، اهو ست لعيبه، وفي كريم كمان بس مش فاكر كريم مين، وكان مجموعه ست لاعبين من النادي الاهلي، كان من اصل 12 لعيب، نص الفرقه كان من النادي الاهلي. قرعه كاس العالم وقعتنا في مجموعه بيقولوا مجموعه مش سهله، بس الحقيقه شايفها مجموعه متزنه. وقعت مع مين؟ مع صربيا، اليابان، البرازيل. انت اسهمك عاليه ان تكسب اليابان. لو شفنا المجاميع الثانيه هتعرفوا ان مجموعتنا ده المنتخب طبعا في بطوله مدغشقر اللي فاتت. طيب مين بيتولى المسؤوليه دلوقتي؟ مش كابتن عمرو ابو الخير، مدرب كندي على ما اتذكر او صربي تولى المهمه، هو اللي هيمرن الفريق ده او هيتولى قيادته في كاس العالم. طب نستحضر مع بعض كده الثلاث مجموعات الثانيه. احنا قلنا مجموعه مصر، صربيا، اليابان، البرازيل.
المجموعه الاولى كندا فرنسا الصين اسبانيا، ضرب نار. انت عندك كندا وفرنسا والصين واسبانيا ماتشات جامده جدا، لو كنت وقعت في مجموعه زي دي كنت يعني هتبقى صعبه جدا. المجموعه الثانيه لبنان، الولايات المتحده الامريكيه، مدغشقر، سلوفينيا. المجموعه دي برضو يعني جميله جدا، بس برضو انت هتلعب هنا في المجموعه دي على الثالث، نفس وضع مصر. ما انت ممكن تكسب عادي جدا اليابان، اليابان مش صعبه على فكره، انا لعبت قبل كده قدام اليابان، دايما ماتشاتهم ما بتبقاش صعبه، ما بيبقوش طوال القامه، بيبقوا سرعة بس ما بيبقوش طوال القامه. طيب عندك المجموعه الرابعه الارجنتين، كوريا، المجر، تركيا، ضرب نار. مجموعتنا متزنه كويسه، طبعا انت لو خدت اول او ثاني هتبقى عملت انجاز كبير، لو خدت ثالث برضو زي الفل ما فيش مشكله خالص، هتبقى انت نطيت في جدول الترتيب اربع مراكز، يعني انت لو خدت ثالث في اي في مجموعتك هتبقى سبقت الاربعات اللي في كل المجاميع الثانيه. وممكن يعني تخش كده مثلا في ال 12 من التاسع لل 12، يعني لو طلعت الثالث فانت هتلعب من التاسع لل 12. طيب دخلت من التاسع لل 12 لو ضربت لك فرقه من الفرق او فرقتين من التوالت اللي انت هتلاعبهم تاخد تاسع، تبقى عملت انجاز، وانا شايف دي حاجه كويسه. عملنا انجاز عملنا حاجه زي كده السنه اللي فاتت برضو تقريبا مع كابتن عمرو ابو الخير في المنتخب، خدنا تاسع، يا تاسع يا عاشر، انا مش متذكر، بس عملنا الانجاز ده السنه اللي فاتت. محتاجين بقى نركز مع منتخب مصر الكبير، ليه لا ما نحلمش، يعني احنا في مجموعتنا صربيا، اليابان، البرازيل. طبعا صربيا نوي، صربيا حاجه يعني، صربيا بتيجي بطل اوروبا في السن ده. ليه ما نكسبش البرازيل؟ ليه؟ البرازيل جامده في الباسكت على فكره، بس ليه ما نكسبهاش؟ نكسبها يعني، لو انت في مره قدرت تاخد تاني مجموعتك انت ممكن تخش في الخامس السادس السابع، خصوصا ان انت عندك مثلا بتاع اربع لاعبين في الجامعات او خمس لاعبين في الجامعات من الفريق ده، جامعات الامريكا، وعندك لعيب في الام بي اكاديمي، فعندك لعيبه تقدر. والله انا شايف يعني اتصور ان طموح الراجل ان هو يروح يكسب البرازيل، ليه لا؟ ويتعمل لهم اعداد كويس ويحملوا احتكاك كويس، وانا بالعكس انا ادور على الفرق اللي شكل البرازيل، يعني انا ادور على الارجنتين مثلا، الارجنتين ما تاهلتش شكلها، ما تاهله في المجموعه الرابعه. طب ما هي في المجموعه الرابعه الارجنتين، ما اروح العب الارجنتين، هي بتبقى نفس المدرسه. ادور على الارجنتين فين في العالم؟ يا جماعه انا عايز العبكم، طب تعالى لنا لعبنا في اسبانيا عندنا معسكر. يعني ادور، يعني ممكن تيجي كده. فمهم جدا ان احنا يبقى عندنا طموح نكسب البرازيل. وعايز اقول لكم برضو على المنتخب الكبير، لما قرعته هتتعمل المستويات بتبقى فرق كبير، بس ليه ما نحلمش؟ ليه ما نقولش ان احنا ممكن نكسب فرقه او اتنين او تلاته؟ الحقيقه دي كده اخبارنا خلصت، بس الحقيقه يعني احنا كان في مباراه امبارح كانت يعني دي يمكن سريعا كده قبل ما اطلع الفاصل، كانت مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في كره السله، والنادي الاهلي لم يوفق، وكانت امبارح يا جماعه ولا اول امبارح، انا اسف كانت يوم الاثنين لم نوفق، وبقينا طبعا في الثاني. انا عايز بس اوضح حاجه للساده المشاهدين، اول زي تاني مش فارقه حاجه، يعني الهزيمه مش مؤثره عليك في مشوار الدوري. طيب ايه اللي انت استفدته؟ استفدت حاجات كتيره جدا. اولا مستر اجوستي بوش ما بيلعبش المباريات دي عشان يقاتل على المكسب، عشان يقاتل على المكسب خالص، هو بيلعب وبيحاول انه يجرب تبديل وتوفيق عشان يوصل لاحسن تشكيل ويوصل بيه للاحسن. احنا جايين على الجد، فما عادش وقت يجرب، فدي كان اخر مباراه قويه بره ملعبه يقدر يجرب. الحاجه الثانيه انا سامع يعني اخبار، انا ما عنديش معلومه يعني، ولكن انا سامع اخبار، دي امنيه ليا كمان، انه الحقيقه في الفاينلز الاتحاد يحاول يجيب حكام اجانب، مش عيب ومش غلط. السنه اللي قبل اللي فاتت لما جم حكام اجانب كان على فكره حكم منهم حكم السنه اللي قبل اللي فاتت ما جابش، السنه اللي فاتت جاب حكم من اللي جم مصر هنا، حكم نهائي كاس عالم، فاذا بيجوا على ليفل عالي وما كانش عليهم اي تعليق، كان بيبقى فيه اخطاء ولكن ما كانش عليهم اي تعليق. انا نفسي الحقيقه، انا بتكلم على امل شخصي يا جماعه، انا ما بتكلمش على يعني لسان فريق السله خالص، انا بقول انا كمشجع نفسي اشوف حكام نهائي فاينل، خاصه ان المستوى السنه دي اعلى من السنه اللي فاتت، سواء عندنا في النادي الاهلي او عند نادي الاتحاد السكندري. نادي الزمالك اللي احنا الناس قالت لك لا وده مش هيوصل وبتاع، نادي الزمالك النهارده التالت، الناس قالت نادي الزمالك وبتاع. عشان كده انا بقول ما تتكلمش عن يعني عن مين عنده ظروف ومين ما عندوش ظروف. الملعب، انت في الملعب تأدي، فرقه ناقصه هي لعيبه، بالعكس ما فرقه ناقصه لعيبه ما يعني ما مش ممكن، يعني انت ما تحسبش دي اصلا ولا موجوده في حساباتك، انت الملعب هو الفيصل. فاذا النهارده الزمالك تالت، الجزيره وارد جدا تخش دبي، فاذا المستوى عالي، طب ليه ما نجيبش حكام اجانب؟ انا سامع وبتمنى.
ان احتمال يكون في حكام اجانب، واتصور ان دي هتبقى رغبه الفريقين، يعني ممكن الاتحاد والاهلي، بس انا مش هسيبها لرغبه حد من الانديه، لازم تكون دي رغبه الاتحاد. وهيفرق جدا، لان انا سامع انه احتمال يكون بيست اوف 7، فاحنا بنتكلم في عدد ماتشات طويل. ويا سيدي شوف انت بتجيب الحكام دي ازاي، هل هتحملها على الانديه، هل انت هتجيبها، يعني بتبقى الدنيا حلوه. خاصة نادي الاتحاد النهارده جالي اخبار انه تعاقد مع بوين جارد قوي جدا امريكاني، انا بس مش فاكر اسمه، بوين جارد يعني عشان يريبليس اللعيب اللي اصيب، اللعيب المحترف اللي معاهم دلوقتي اللي اصيب في كتفه، ففي بوين جارد جاي عالي المستوى صانع العاب. فاذا انت عندك النهارده يعني مستوى عالي، محتاجين حكام اجانب. دي تكون اخبارنا الحقيقه اللي خلصت النهارده. هنطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل كابتن اشرف عواد المدير الفني لفريق 2002 ورجالته، اربع لاعبين معانا. وبالمناسبه هذا الفريق بنستضيفه النهارده ليه؟ هذا الفريق هو بطل دوري المرتبط بعد ما حقيقه قدم مستوى رائع طول الموسم، وفاز في مباريات قويه، ويكفي انه فاز على نادي الزمالك ثلاث مباريات اللي لعبهم معاه السنه دي، هنقابلهم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه طبعا برحب بلاعيبه مرتبط كره اليد مواليد 2002 واللي فازوا بدوري المرتبط السنه دي واللي بيقودهم طبعا الاسطوره الكبير الكابتن اشرف عواد. برحب في البدايه بمصطفى المهدي حارس مرمى وجول كيبر الفريق، اهلا بيك يا مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك، مبروك. الله يبارك في حضرتك. وحش ولا ايه؟ طبعا. وبرحب طبعا بعبد الرحمن ايمن او بودي الشهير ببودي لاعب الجوكر خط الخلفي، اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا وسهلا بحضرتك، مبروك. الله يبارك في حضرتك. اجي لك يا مصطفى، يمكن السنه دي كانت موسم طويل، انت لعبت مرتبط مع الفريق ولعبت ايضا كاس مصر، دي البطولتين اللي لعبتوها. بداتوا ازاي الموسم؟ بداتوا امتى؟ في وقت ايه؟ والاعداد بتشتغل ازاي؟ يعني كلمني في البدايات خالص. الحقيقه احنا اول ما عرفنا كابتن اشرف عواد هو اللي ماسك الفرقه قال لنا هنبتدي ان شاء الله من شهر 7. بدانا طبعا اعداد بشكل كويس وفتره. بداتوا بدني الاول ولا هاند بول؟ اكيد بدني طبعا الأول. بدني الاول، لان انت بطبيعه الحال بتبقى راجع من موسم قاعد بقالك مثلا مريح شهرين شويه. بس طبعا ما ينفعش ان انت كلاعب ان انت تريح. صحيح، بس بتاخد لك فتره ريكفري يعني. بس خدت تمرين قد ايه؟ شهرين مثلا، اعداد ثلاثه؟ نقدر نقول ثلاثه. الدوري بدا في نص 9 اول 10 كده يعني. طيب وبداتوا على طول بدوري المرتبط ولا كان في مثلا بطوله قبلها؟ لا لا، هو احنا عندنا بطولتين بس بنلعبهم، بطوله الدوري المرتبط والكاس. بداتوا بالمرتبط على طول. طيب يعني ما شاء الله انتوا السنه دي، وانا عرفت قبل الهوا ان انتوا خسرتوا مباراتين بس وتعادلتوا مباراه بس، الحمد لله ما شاء الله في كم المباريات الكبير جدا اللي انتوا لعبتوه. لعبنا كتير جدا طب انت فاكر يعني، وطبعا احنا الزمالك الثلاث مباريات اللي احنا لعبناهم فزنا عليهم، واتنين منهم كانوا في ارض نادي الزمالك كمان. كمان ما شاء الله، الله يعني في تفوق كاسح في 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 الحمد لله، يعني مش على نادي الزمالك بس، على بقيه الفرق الله اكبر ما شاء الله يعني. طيب انت فاكر ايه الماتشات القويه اللي لعبتوها؟ ايه الماتشات اللي جامده وجهه نظرك؟ والله احنا يعني تقريبا ما فيش ماتش سهل، يعتبر ما فيش ماتش سهل، كل ماتش ليه حساباته وليه تاريخ. الاهلي صعب وسموحه صعب، كل فرق بالظبط. احنا الدوري بتاعنا بصراحه قوي جدا، ممكن يكونوا فرقتين ثلاثه اللي الى حد ما مستواهم مش قريب مننا شويه، ولكن حتى الماتشات دي اوقات بتبقى صعبه. صعبه، لازم تدي المنافس بتاعك احترامه، وما ينفعش تستهين باللي قدامك مهما كان. صحيح، يعني انت قصدك تقول انت طول الماتشات او طول المباريات شادين الحزام. طبعا. واصلا كابتن اشرف ما بيرحمش. كابتن اشرف حركه عارفه. عايز كل حاجه بالملي زي ما هو طبعا. بالملي. ولا ايه رايك عبد الرحمن؟ يعني يمكن كابتن اشرف عواد صعب جدا. لا لا، هو طبعا فعلا يعني احنا من اول السيزون هو بادي معانا شغل جامد جدا. ما زهقتش من يعني ما قلتش ايه ده إيه يعني هو ليه التمرين كتير كده ولا ما قلتش دي خالص؟ لا طبعا، احنا من صغرنا احنا متعودين في النادي الاهلي على الموضوع ده. يعني من زمان واحنا عارفين ان المشوار مش سهل، يعني مش توصل للاول بسهوله، يا الاول يا ما فيش. لا كده كده احنا متعودين على الاول دايما يعني. طيب يعني هل في مثلا الموسم ده كان في صعوبات قابلتك انت على المستوى الشخصي كلاعب؟ هل مثلا لا قدر الله كان عندك اصابات؟ كان عندك حاجه؟ فعلا يعني اتصبت كذا اصابه، بس يعني كان في بديلي، يعني في بديل ليا بيشد. يعني ما فيش حاجه. كان اصابات خفيفه ولا كانت جامده؟ لا لا، كانت اصابات خفيفه بس يعني كان في حد تاني موجود بيشيل مكاني. يعني انت كلنا كنا في ظهر بعض يعني. ما طبعا فريق واحد، بس انت الميزه عندك بتلعب في الثلاث مراكز. يمين شمال وسنتر هاف. بالظبط كده، مظبوط. طب انت اكتر مركز بتحبه في دول ايه؟ وانا يعني انا المفروض انا يعني انا المركز المفضل الباك ليفت. باك ليفت، انت بتلعب باك يمين صح؟ تمام. بس احنا عشان كان عندنا يعني
ثغره ان في حد مش موجود في الباك رايت، فانا اللي كنت بقى شايل المكان ده. بس تبقى صعبه، بس انا يعني عشان ايدك بتبقى ورا. تمام ايوه. بس يعني مع الوقت بقى ابتديت اتمرن، وانا اصلا يعني من سنين قبل كده كنت بلعب برضه في المركز ده وكنت ماشي كويس فيه. حتى الموسم ده يعني الحمد لله انا طول السيزون بلعب باك رايت. طول الموسم هو اصلا مش مركزك. مش مركزي والله، بس الحمد لله ربنا كرمني فيه يعني. طب دي كانت خبره ليك يعني، انت لما لعبت في الباك رايت وده مش مركزك حسيت ان دي خبره ليك هتفرق معاك؟ استفدت كتير طبعا في المكان ده يعني، اكن ده كان يعني انا كنت اشول فعلا في المكان ده، كنت اشول وفي المركز ده نزلت فيه. برغم ان انت مش اشول اصلا. طب والسنتر هاف يعني، انت برضو بتقول انا لعبت ساعات سنتر هو هاف، ولا حسب الروتيشن في الملعب؟ هو فعلا يعني ما بلعبش كتير في السنتر هاف قوي، بس يعني مثلا لو حصل حاجه الكابتن ممكن يسيبني هجمتين كده ولا حاجه، لو بعد كده ارجع تاني مكاني. طب انت على مستواك انت الشخصي يعني، ما بيبقى في لعيب جوكر كده بيبقى في توجيهات، بيبقى ليه توجيهات دايما يعني، طالما انا عندي لعيب اقدر العب فيه باكتر مركز، المدير الفني دايما بيطلب منك شغلانه تعملها، ما انت عندك ما شاء الله امكانيات، فبيطلب منك شغلانه. ايه الحاجه اللي كان دايما يطلبها منك، وهل هي كانت دفاعيه ولا كانت هجوميه؟ لا هو دايما كان يعني بيطلب مني في الهجوم ان انا يعني الكوره ما تبقاش رخيصه يعني. لازم كل كوره في ايدي ان انا يعني اوصل بيها للجون، ما شوتش اي كوره، ما بصش اي كوره، لازم كل حاجه يعني تبقى في الجون، الحاجه المضمونه. لان فعلا الحته دي بتقابلنا في الدرجه الاولى ساعات على فكره، في كور كتيره بنخسرها، الميس باس بالذات بتبقى كتير جدا في وقت مهم، بس هي قلت دلوقتي. بس قصدي اقول ان دي حته مهمه كابتن اشرف كان بيكلمك فيها. طب في الدفاع انت بتدافع طبعا، يعني في الدفاع كان بيوجهك ايه اكتر حاجه، كان بيوجهك كنت بتدافع على مين وازاي؟ انا كنت بدافع في ناحيه في مركز اتنين اللي هو برده اتنين رايت اللي هو رايت عكس ايد. بس برده يعني كابتن اشرف كان في التمرين دايما بيعودني على المكان ده عشان في الماتشات اعرف ان هو طبعا المكان ده غريب عليا في الدفاع وكده عشان عكس ايدي. بس هو كان دايما بيمرني على الموضوع ده الحمد لله لغايه لما اتقنته. بتفرق في المقابله؟ طبعا بتفرق. ان يعني انا بطلع عكسي يعني عكس جسمي خالص، عكس اللي انت متعود عليه طول عمرك، بتقلب الدنيا خالص بالظبط. بدل ما بتطلع مثلا كده بتطلع كده، بطلع الناحيه الثانيه. عايز تدريب وعايز تركيز عشان ما تغلطش، لو طلعت غلط هتدي اللي قدامك مساحه شوط. برضه يعني كان دايما بيقول للثلاثه اللي جنبي اللي هو المدافع اللي جنبي ان هو مثلا يعني يتقي ناحيتي شويه. ايوه عشان انا كنت يعني مش متقنه بنسبه 100% زي الاشول، بس برضو يعني كنت بعرف اعملها. وهو كان برضو كان بيقول لي طب ما فكره صح، مدافع اللي جنبي ان هو يتقل سنه جنبي. ايوه انه يساعدك عشان انت مش مركزك بالظبط، لو سرحت شويه يبقى ما فيش جاب. لا ده انتوا عالم تاني يا باشا، ده انتوا بص معركه في الملعب. اجي لك يا درش، يعني يمكن دايما بيقولوا حارس المرمى هو نصف الفريق، مش بيقولوا على فكره، انا لما جيت نصر هو مش نصف الفريق، هو 75% من الفريق بالظبط. هو الحقيقه دلوقتي بقى 75% يعني خالص، واحنا شفنا كل ماتشات البطوله العام اللي فاتت 75%. دي حقيقة. اصعب ماتش ليك السنه دي، اصعب ماتش مش احسن ماتش لعبته، اصعب ماتش من هو كان فيه لعيبه مصوبين جامدين من بره، بيشوطوا من التسعه، بيشوطوا من السبعه، بيشوطوا من على الدايره على طول، يعني ايه الماتش الصعب اللي انت حسيت ان هو لا الماتش ده انا محتاج اركز فيه قوي؟ هو في الاغلب يعني كل الماتشات بتاعت التوب فور او التوب 6 بتبقى صعبه جدا. مين بقى؟ اديني مثلا فرقتين كانوا معاك. سبورتنج؟ زمالك وسبورتنج. تمام. بس اكتر فرق مثلا بتتعبنا فعلا في الماتشات سبورتنج والجيش. ليه بقى؟ الزمالك السنه دي كان الى حد ما بيمر بفتره انخفاض مستوى. طب ليه بقى طلع الجيش وسبورتنج؟ اختراقاتهم كتير مثلا؟ سبورتنج بيلعبوا هاند بول اوروبي الصراحه. طب يعني بصراحه اول مره اشوف حد يحترم يعني بشكل فرقه ويقول عليها حتى بيلعبوا هاند بول حلو جدا. يعني دايما المنافس بيكون خصم ليك. فانت دايما لما تقول لا ده بيلعبوا هاند بول اوروبي، فدي حاجه حلوه منك يعني، روح حلوه. بس معنى انت كسبتهم انت احسن. برافو عليك انت احسن. ده بالظبط. يعني مش محتاج. بس انت بتقدر الخصم. طبعا. صح كده. وزي ما قلت لحضرتك لازم كل خصم ليه احترامه. اما فكره نادي الجيش ان حضرتك مش متوقع الهجمه جايه منين؟ يعني هم ما فهمش مثلا نجم لعيب متميز بشكل كبير لوحده، لا حضرتك مش عارف مين اللي هيعمل ايه. موضوع الى حد ما عشوائي بس بتمشي معاهم فخلاص. طب هسالك سؤال، هل جزء كبير من نجاح جول كيبر في اليد، وخاصه ان هو بيبقى ليه دور كبير جدا زي ما قلنا 70% من الفريق، انا في وجهه نظري هو بيقولوا نص الفريق بس انا بقول 70%، هل التحركات الدفاعيه وقلب المساحات وقفل المساحات وان ما حدش يوصل لك سهل دي تعلي نسب صدك؟ جدا. هقول لحضرتك على حاجه، الدفاع فعلا بيفرق جدا مع الجون، بس في اوقات الدفاع مش هيبقى فايق، فدي بتظهر شخصيه الجون بقى. لازم تشيل انت. انت لازم تشيلهم، لازم يكون انت عندك هدوء اعصاب، لازم تكون انت المتماسك في الفرقه، حتى لو انت خسران او لا قدر الله في مشكله او حاجه تكون انت اللي بتشيله.
وفي اوقات انا فعلا بكون مثلا دون المستوى في الماتش وزمايلي بصراحه بيوصل لي الكره بتتمشى يعني. طب انت هل بتقعد تزعق في الدفاعات زي الكره كده؟ اه طبعا هم بيتريقوا عليا بسبب انت بالذات بتعمل كده بيتريقوا عليا بسبب الموضوع بيقولوا انت هايبر خش يا حسين اقفل يا خالد عندك بتقعد تعمل كده بيتريقوا عليا انهم هايبر شويه بس ليه يا عم لا يا عم اعمل كده ولا حد يقدر حضرتك عارف يعني معروف بالموضوع ده بيعمل ايه بقى بيقعد هو بيصد لازم بقى اه طب قبل ما يصد بيوجهكم هو بصراحه دايما شيلنا يعني يا ابو دي خش كده يمين الحق اللي عندك ده ها هو بيقابل انزل ضم شويه لم من عندك كده انتوا سامعينه وانتوا مديله ظهركم هو صوته ما شاء الله يعني حضرتك عارف الحراس طب انت قاعد صوتك كيوت وبتاع يا باشا بتجلجل زي الملعب لا ده عشان احنا موجودين هنا بس لما في الملعب مفيش الصوت ده مفيش بقى مفيش بص حلو جدا بيقعد يزعق فيك ووقف وقفل وبتاع ومش عارف ايه هو لازم عامه في الهاند بول الحارس اللي ورانا برده بيبقى شايف الفيرود اللي بيجري مثلا لو في حد قاطع هو برده بيبلغنا من ورانا لو في حد جري انزل اطلع قابل يستلم ده خد ده طب انت يعني بتتفق معاه ان اجمد ماتشين سبورتنج والجيش السنه دي؟ هو طبعا فعلا من اجمد الفرق اللي لعبناها السنه دي كان سبورتنج والجيش من اجمد الفرق برضه طب انت 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 احسن ماتش السنه دي من وجهه نظرك عايزك تركز كده وتاخد نفس فكر احسن ماتش لعبته حسيت ان انت كان كنت اون فاير عشان انا هسال كابتن اشرف عليه كمان بص هو بصراحه يعني في كذا ماتش انا عديت فيه بشكل يعني بشكل جامد جدا يعني قول لي مين اهو هكتب وراك اهو يلا في ماتش الزمالك اللي هو كان فاول الدوري اللي هو اول ماتش خالص لا لا اه اللي هو اول كان ماتش في 100 عقبه كان في 100 عقبه كسبناه برضه كسبنا الثلاثه عملت ماتش حلو عملت ماتش فاكر حضرتك كام جون؟ مش فاكر يعني مثلا بس عديت الخمسه يعني الماتش ده الله كنت يعني ما شاء الله كنت في فورمه حلوه الماتش ده دفاعيا دفاعيا يعني الماتش ده ما كنتش بدافع بنسبه كبيره قوي بس الهجوم كنت متوافق كنت ماشي كويس الحمد طيب لله طيب ادي ماتش اول ماتش الزمالك الاولاني تاني ماتش وكان في ماتش الجيش عندنا برده في الصاله ده كنت عامل ماتش كسبناه ولا اتعادلنا كسبناه تمام وفي برده برده ماتش الجيش اللي كان عندهم هناك برده ده كنت عملته كويس دفاعا وهجوما ولا كنت موفق هجوما لا كنت دفاعا وهجوما دفاعا وهجوما فاكر جبت جاب في ماتش الجيش التاني يعني برده كنت معدل خمسه برده الله اكبر يعني كله معدي خمسه سته سبعه الحمد لله يعني. والجيش اللي هناك برده والجيش اللي هناك وفي ماتش سبورتنج برده ده كان عندنا ده رابع ماتش كمان ده كنت ماشي فيه برده كويس قوي يعني دول الاربع ماتشات انت لعبتهم كويس قوي طب وانت مصطفى فاكر ماتشاتك اللي لعبتها كويس خد نفس كده فكر ايوه مين بقى في تلات ماتشات اللي هم هقول لحضرتك في اديني اكتر واحد انت كنت فيه موفق ومش بس بنسبه الصد لا صديت كور مهمه في تلات ماتش في الدوري مع مين البنك الاهلي فرقه جامده قوي فرقه سريعه هي خدت الكاس خدت الكاس في فرقه كويسه تمام هم فرقه سريعه جدا بيعتمدوا على الفاست بريك كمان عملت لك ازمه دي اختراقات صديت كوره فاست بريك كتير يا مصطفى الكوره بتبقى اصعب كمان لما بيبقى على 6 متر تبقى نسبه نجاحها عاليه عاليه طيب نقول ماتش البنك الاهلي الاولاني البنك الاهلي الاولاني في كان ماتش الشمس ده كان في مجمعه نهائيات الدوري ده برضو الحمد لله يعني صديت عدد كور كبير قوي 20 كوره لا 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 بجد والله الله اكبر ده نسبه عاليه قوي تخيل مثلا ممكن تشوط عليك 30 صديت 20 لا كان بصراحه 40 صديت 20 ف 50% دي نسبه عاليه قوي انت تلاقيك عقدتهم هم مش عارفين يروحوا فين طيب ايه تاني من الماتشات بس انا بتهيألي ده يبقى في المقام الاول بتهيألي يعني يعني ده لما حاجه كده يبقى ده لازم في المقام الاول مين تاني وفاينل الدوري الحمد لله اخر ماتش خالص في الزمالك الحمد لله ممكن اكون ما عملتش اعلى نسبه هي النسبه كانت كويسه كانت مؤثره بس صديت كور في اوقات معينه دي بقى الحمد لله يعني خلتنا نفرق عليهم بشكل كويس طيب عبد الرحمن مين مسك الاعلى مين من اللعيبه عايز تبقى زيه يعني هو على مستوى مصر العالم اي في اي حته مستوى العالم طبعا ميكل هانسن يعني تمام طبعا ده مصر العالم ده الاسطوره ده الاسطوره دبابه طيب مين بقى في مصر طبعا يعني اتشرف ان انا ابقى زي علي زين او الدرع ما شاء الله تبقى زيهم انت ما شاء الله طويل زيهم ان شاء الله يعني طويل زيهم فانت حابب يعني تبقى يعني ان شاء الله دول مسلك الاعلى ان شاء الله تبقى احسن منهم باذن الله ان شاء الله مصطفى انت نفس الكلام مين طبعا الصور دي ده بتتويج ده باتش سبورتنج اللي كان في سيره الزمالك ده كان اجواء جميله بصراحه كانت اجواء حلوه قوي بص الجمال وبتاع والفرحه وقعدتوا ترقصوا وبتاع والجميل ان كابتن اشرف عوض تحس انه لعيب معاكم بس لعيب معاكم تحس انه بيضحك وبتاع لا خلي بالك كابتن اشرف ده اسطوره هو فعلا كابتن اشرف كان اب لينا والله طول الموسم كان يعني اسطوره عمره ما يعني بخل بينا في اي حاجه يعني كابتن اشرف طول دايما في ظهرنا شفت ماتشاته طبعا وهو بيلعب وكده اكيد اسطوره بجد بص الفرحه طبعا يعني بس ده ماتش الزمالك اللي في الجيش ده الماتش اللي قبل النهائي اللي هو قبل الجوله اللي قبل الاخيره
وده ماتش سبورتنج اللي كان في الزمالك فاينل. انا كنت متابع برضو اخباركم على يعني ايه من بعيد بعيد، طبعا ما حضرناش ماتشات بس تابعناها. طب مصطفى انت بقى مين ماسك الاعلى؟ خد نفس عميق عالميا، غمض عينك. مين بقى؟ فارغاس جون اسبانيا عالميا. اشمعنى هنا في مصر؟ يعني نادر لما حد يعني بلاستيك قوي يعني موجود في كل حته، اللي هو هتشوط له هنا ممكن يبقى في الزاويه اليمين فجاه تلاقيه شمال. طيب ومين بقى في مصر؟ كابتن عصام الطيار طبعا. عصام الطيار ما شاء الله يعني حاجه، كلهم حاجه عظيمه جدا الحقيقه. مصطفى الوقت عدى بسرعه وانا مبسوط بيكم، ما شاء الله شباب زي الفل، مبروك للمره الثانيه. شرفت بحضرتك جدا. لا ده انت نورتوني وشرفتوني طبعا. جول كيبر الفريق مصطفى المهدي، بشكرك وكمل. يلا عايزينك بطل ان شاء الله، ونشوفك مع منتخب مصر الكبير. بشكرك يا مصطفى. شكرا لحضرتك، نورتني عبد الرحمن وشرفتني، وان شاء الله نشوفك احسن واحسن من اي حد في مصر. ربنا يخليك يا رب، شرفت معرفه حضرتك. يعني نورت القناه وربنا يوفقك في القادم باذن الله. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ومكملين معاكم مع ابطال فريق 2002 ابطال دوري المرتبط، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. المكسب حلو الحقيقه، الصور اللي بنتفرج عليها حقيقه يعني المكسب جميل، ولما بيكونوا يعني ولاد رجاله وابطال ومدربهم حاجه يعني بتبقى يعني. كابتن اشرف عواد راجل من ظهر راجل زي ما بيقول. برحب طبعا بضيوف اللي منورين دلوقتي في الاستوديو، نجوم 2002 مرتبط كره اليد، الكابتن علي الليسي او اللاعب علي الليسي سنتر هاف الفريق. اهلا بك يا علوان. اهلا بحضرتك، مبروك. الله يبارك في حضرتك، انت نصيب الاسد في الصور يا باشا. ربنا يديك الصحه يا رب. وبنرحب طبعا بمحمد ايهاب لاعب الفريق الدايره الدفاع اللي بيشبهوه بالمصري. اهلا بك ايهاب. اهلا وسهلا بحضرتك. وحش كده زي المصري؟ ان شاء الله. مبروك. لا باين ما شاء الله اكبر عليك. ايهاب قول لي، يمكن السنه دي كانت سنه صعبه يعني، من الماتشات اللي شفناها وتابعناها كان عندك سبورتنج جامد، الزمالك برده جامد، عندك الجيش، البنك الاهلي. بدليل ان اللي خد الكاس وكان في الفاينل معانا طبعا ماتشات الكاس ملهاش حساب كان البنك الاهلي يعني، مش فالماتشات كانت جامده وصعبه. الموسم ده يعني استفدت منه ايه؟ اكيد كان موسم صعب جدا، حتى زي ما حضرتك بتقول الكاس كان صعب وملوش حسابات. حتى احنا في الكاس وقعنا في طريق صعب. احنا في دور 16 كنا مع الجيش. ده دور 16؟ دور 16 مع الجيش. دور 8 زمالك، احنا طلعنا الزمالك من دور 8. ايه ده؟ نص نهائي شمس، النهائي كان البنك، الحمد لله ربنا ما قردش، بس عملنا ماتش كويس. القرعه جامده ليه كده؟ احنا تقريبا ده اول كاس القرعه تبقى فيه جامده كده. ممكن عشان السنه اللي قبلكم مثلا، الجيل اللي قبلكم مثلا ما حققش نتيجه عشان كده بتخشوا بالترتيب ولا ايه؟ ممكن الله اعلم. بس احنا لا الكاس مالوش علاقه، ده هو القرعه. والقرعه لا القرعه كانت تقريبا اكتر مره الكاس يجي لنا القرعه. ومع ذلك وصلت فاينل. وصلنا فاينل الحمد لله، ربنا ما قردش، خسرنا فرق واحد بس الحمد لله. احنا بس عهدتوا بعض لازم دوري المرتبط. دوري ما كانش فيه كلام. كانش في اسم على اثنين يعني، هو لازم الدوري خلاص. طب انت بالنسبه لك كدفاع اصعب ماتش قبلك، انت دايما بتقول لا الماتش ده رخم يعني، دايما مثلا لو سالت المدافع يقول لك في ماتشات يبقى مش مريح بس يعني مش فارد عضلاته قوي، وفي ماتشات بيبقى الهجوم عليه بشكل رهيب، ايه الماتش الجامد قوي عليك وضغط عليك دفاعيا ايه؟ هو زي ما قلت انا الدفاع اكتر، دفاعي اكتر. ماتشات الزمالك كلها احنا لعبنا ثلاث ماتشات الموسم ده الزمالك، اثنين في الدوري وواحد في الكاس. الحمد لله الثلاث ماتشات انا بنزل بادي بدور كويس جدا، وحتى ببقى مش ببتدي الماتش بس بضطر انزل عشان اكبر طبعا ده الوقت اللي بعد كده اهم من بدايه الماتش. الحمد لله. وخلي بالك انت النهارده يمكن من احد، لو طالما انت كلامك كده يبقى من احد عناصر تفوقنا يمكن في ماتشات الزمالك اللي حصل ده، وجود دفاع قوي كان راسه. الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كان ربنا وحده يعلم يعني. كابتن اشرف عواد كان مديني الثقه جامد في حوار الدفاع ده، اللي انا هنزل هقفل الدنيا وان شاء الله الدنيا بتعدي يعني. شكلك لعيب راجل ما شاء الله، ربنا يخليك. اتمنى لعيب زيك ربنا يخليك. كابتن علي اجي لك بقى. علوه سنتر هاف ده مايسترو الفريق، المدرب في الارض الملعب، ايه الماتشات اللي انت كنت فيها حاسس ان لازم اركز قوي، لا الماتش ده ما ينفعش يعني افقد تركيزي سنه؟ طبعا ثلاث ماتشات الزمالك دول ليهم حسبان تاني خالص، لازم طبعا نقابلها باسبوع واحنا بنفكر في الماتشات دي، فدول اكتر ماتشات طبعا بتبقى مركز فيهم. كل الماتشات اللي قابلتنا لازم بنركز، بس ماتشات الزمالك دي ليها بطوله ثانيه، دي حاجه ثانيه خالص، دي بره بقى. ما شاء الله 2002 عاد 21 سنه يعني خلاص تعتبر درجه اولى يعني، فكان دي ليها طعم ثاني حتى في المكسب. فدي كانت اهم حاجه. ماتشات سبورتنج اخبارها ايه؟ ماتشات سبورتنج طول عمرها فرقه ند معانا، وهم فرقه كويسه جدا طبعا ليهم كل احترامهم. عرفنا ان نكسبهم السيزون ده، اخر ماتش لينا كان معاهم الفاينل، كان اخر ماتش في الجيل بتاعنا، وكان هو الحاجه الوحيده اللي هنفتكرها في الاخر كده، اللي زي ما بيقولوا هنفتكرها. فاكر كسبنا كام ماتش؟ كسبنا فرق اربعه تقريبا. ما شاء الله كبير، كمان فرق كتير. الله اكبر. طيب وكان اخر ماتش فاينل خالص، كان اول لاست يعني خالص، كان ماتش سبورتنج في الزمالك. طيب ايه الماتشات اللي انت كنت شايف مثلا انه يعني بريك بوينت، يعني لا قدر الله يعني مش لازم يبقى الفاينل،
ممكن في ماتشات في اثناء الموسم هي دي اللي بتاكد انت لازم هتركب. ايه الماتشات اللي كانت بريك بوينت او ماتش انتوا شايفينه كان مهم جدا وخلاكوا تعدوا عنق زجاجه؟ ماتش الزمالك اللي قبل سبورتنج على طول, او ماتش الجيش كمان كان ماتش اللي قبل الزمالك. ده اللي دخلنا, هو ده اللي دخلنا. ما احنا طالعين من خساره كاس في ان احنا داخلين اول ماتش الجيش, فدي اللي جت في النص. فجت قبل الماتش باربع ايام, فقلنا لازم هي دي النقطه اللي هتجيب لكم احباط. وكان هي دي المكسب ده ماتش الجيش هو اللي دخلنا تاني, اللي هو احنا لازم دوري مرتبط, خاصه ان ماتش الكاس ما كانش حد متوقعه بالظبط, اللي هو كان كله جات لنا صدمه. وليه ماتشات الكاس بتبقى كده؟ والله القرعه الموسم ده جت يعني دخلت علينا ان احنا الماتشات كلها لعبنا كده, اتزنقنا في شهر كده 10 12 ماتش وكلهم ماتشات اقوياء, فمع اصابات مع شويه حاجات كده يعني, فبس الحمد لله عدت يعني الحمد لله. طب قول لي اكتر نصايح بيقدمها لك كابتن اشرف, او بيقولها لك دايما, يقولها لك قبل الماتش او ينادي لك في وسط الماتش, يقول لك مش عارف ايه يعني على حسب كل ماتش, ايه اكتر حاجه دايما تحس ان هو مهتم بيها كابتن اشرف؟ انت بتحس كابتن اشرف ان انا اللي هو ابقى دوري ليدر في الملعب, اللي هو قيادي. طالما انت عندك الثقه انك تعرف تقيد الملعب, تبقى يعني تقوده كده صح, انت هتعرف تعمل كل حاجه. هو كابتن اشرف طبعا تاريخ كبير طبعا, فطبعا احنا كان بيديك الثقه يعني طبعا طبعا يعني طبعا. وكان لما يعني يديك يسيبك تاخد قرار في الملعب وكده الكلام ده, خلي بالك الحاجات دي مهمه, الحاجات دي بتفرق معانا كتير جدا. هو كان بيصاحبنا جوه الملعب لدرجه ان احنا يعني خلاص بقى علاقتنا احنا وكابتن اشرف كانت علاقه يعني اب واولاده. نجم مستوى نجم, خلي بالك هو نجم يعني نجم كبير جدا. طيب انت على المستوى الشخصي مين مسك الاعلى؟ في بره مصر ولا في مصر؟ الاثنين, بره جوه, ومش على فكره مش لازم النادي الاهلي يعني. لا بره مصر لوكاس اندريتش ده طبعا يعني ده مثلا الاعلى, بس جوه مصر طبعا كابتن اسلام حسن, كابتن احمد خيري, كابتن احمد خيري دول الاثنين اللي مرنت معاهم. الحمد لله يعني كان لي شرفنا اتمرن مع كابتن اسلام طبعا. اتمرنت. هل لعبت ماتشات مع الدجوله شويه ولا لعبت ماتشات وديه بس ماتشات رسميه؟ ما لسه ان شاء الله, ان شاء الله خير تلعب ان شاء الله. انت لعبت ماتشات مع الدرجه الاولى؟ اتمرنت معاهم؟ لا اتمرنت مع الدرجه الاولى ولعبت ماتشات وديه. يعني اتمرنت مع مستر ديفيد ديفيز, هل كلمك في حاجه؟ هل قال لك حاجه؟ لا اتمرنت. احنا جالنا اصلا في نص الموسم من شهر كده, كنا تقريبا ناس كتيره بتتصعد من عندنا للدرجه الاولى, عشان كان بيستدعي هو الناس. ما كان عايز بالظبط خساره ولا حاجه, بنتمرن مع الدرجه الاولى والحمد لله يعني كانت ماشيه كويس. وكابتن ديفيد كان بيكلم معانا انتوا العبوا عادي ما تخافوش من حاجه, احنا راجل جميل كانكم بتلعبوا الفرقه بتاعتكم الحمد لله يعني. طيب مين ماسك الاعلى بقى, بره مصر ولا جوه مصر؟ الاثنين. انا عارف مين جوه مصر, اقول الاثنين برضه. ماشي, بره مصر طبعا فابريجاز. يا ساتر يا رب, بتجيبوا انتوا اسامي يا جدعان, منتخب عالم, منتخب فرنسا. هو برضه مدافع قوي, بقول لك يعني بتجيبوا اسامي منتخب عالم يعني يلعبوا منتخب عالم. وجوه مصر طبعا كابتن احمد عادل. انا اتمرنت معاه فانا بشوفه بالنسبه لي مثل الاعلى. طب شايف ايه اللي في احمد عادل حلو؟ احمد عادل بالنسبه لنا هو الميزه فيه ان هو اشول, مفيش فرود اشول كتير في العالم. وكمان بالنسبه للمدافع هو بيبقى صعب عليه ان هو يدافع على فرود اشول. برافو عليك. الفكره هو لا انا ايمن. فهو ميزه كابتن احمد عادل في قوته في ان هو اشول, فصعب. طب انا هقول حاجه ثانيه في احمد عادل برضو من وجهه نظري, بيلف حلو قوي ما عشان ما ده اللي بتكلم على حضرتك فيه ان هو اشول, فبيلف عكس اتجاه المدافع. لفته كمان بينزل على رجله وبيلف وبتبقى مفاجاه وبقوه لفه, يعني انا بتهيألي لو حد يقف قدامه اللفه ممكن يطير له وشه من قوه ما هو بيلف وبيعملها كمان مش بغشم, بيعملها بفن يعني بيلف فجاه تلاقي نفسه. انا شايف دي قوه احمد عادل بصراحه, انه ما شاء الله بيعرف يلف امتى بالمدافع بصراحه يعني. طيب هنتكلم عن دراستكم, انتوا في جامعه كلكم صح كده؟ طيب تمارينكم كلها بدري صح؟ صح. تبقى اثنين ثلاثه تعملوا ايه؟ والله كنا بنواجه مشكله مع كابتن اشرف. طبعا في تمرين, في غيابه, بص افتح حكوا, انا عارف هي دي المشكله. الفرق بتتمرن 4 6 8 او 8 4 6 8, انتوا لازم تتمرنوا قبل منها لان انتوا بتتمرنوا على الامير عبد الله الفيصل 2 و 12. بتعملوا ايه بقى يا باشا؟ والله كنا بنظبطها مع كابتن اشرف على قد ما نقدر, اللي احنا لازم نيجي على نفسنا حتى بالذات بعد ماتشات الكاس, ما كانش فيه بقى الاسبوع اللي بعد الكاس ده وال10 ايام. خلاص احنا لازم نركز في الفتره دي, ماشي عندكم جامعه وبتاع بس هنديكم جوابات من النادي وعشان الغيابات وكل حاجه, بس لازم نتصرف عشان الدوري خلاص ما فيهوش اسم على الدوري. وسبتوا اللي وراكم قدامكم؟ والله حاولنا على قد ما نقدر. طبعا عندكم حاجات اكيد اكيد اكيد, بس بنحاول ونعوض خلاص. وكان كابتن اشرف اكيد بيتفهم لو حد عنده حاجه. طبعا حد لو حد جه متاخر. لا كان بيفهم جدا ان لو حد اتاخر, حد ما جاش التمرينه دي ماشي خلاص ما تجيش, بس لازم نركز الفتره الجايه وتمام. لا طب ونفس الكلام بالنسبه لك؟ تستحملني كتير بصراحه. بصراحه عشان جامعتي برضه حوار اللي كان لازم الحضور اتندنس. بتدرس ايه؟
اعلام اعلام طب انت قاعد في القناه اعلام المعلومه انا باجي هنا بدرس والله العظيم بدرس هنا وفي القناه ليه بعت لهم يا باشا بتاع ده اقول لهم انا اعلام هنا قاعد في تعطينا اكتر من كده ده انا بطبق عملي اهو صح كده ولا لا طبعا كان عندك مشكله كبيره بس هو بصراحه استحملنا يعني واحنا كنا رجاله معايا بصراحه امانه انتوا شكلكم بامانه التيم رجاله احنا فعلا احنا قريبين جدا من بعض يعني كلمني عن الروح ايه قول لي بقى الروح اخبارها ايه لا دي الفرقه اللي ممكن تسال بقى دي فيها دي لا ما انا عايز اسالك انت راجل بايت الفريق الروح حلو لا الفرح بين اللعيبه حلو ما فيش لا خالص لا ولا اي حاجه فعلا بجد كلنا كنا واحد اللي عايز يلعب واللي يطلع واللي ينزل ينزل المهم نكسب بالظبط هو ده اللي كان فارق معانا السيزون ده يعني اخر سيزون لينا كان لازم اللي هو خلاص وخلي بالك يا ايهاب برده اللي بيبان انا شايف الروح بتبقى عاليه قوي عند المدافعين بامانه فانت بتضحك لان ده صح انت الفرقه كلها بتهجم عليك حضرتك عندك حق صراحه اعلى روح بتبقى المدافعين ولو انت ما عندكش الروح دي مستواك بينزل بالظبط شايف الروح يعني فرقت معاكم في طبعا طبعا لا وروح الفرقه مع بعضينا كلنا حاجه تانية يعني انا لو نازل الملعب ومفيش روح مثلا او مفيش تشجيع من بره على الدكه واللي بره على الدكه زي اللي جوه الملعب صح مش عارف العب صح او الروح مش تبقى من القلب يعني زي ما بيقول بس فلا الفرقه كلها قلبها على قلب بعض والحمد لله الفرقه كانت رجاله بطريقه مش طبيعيه يعني طب انتوا كجيل مع بعض انتوا اغلبكم مع بعض ولاد النادي الاهلي بقالكم سنين بقى من اول ما كنت تحت 15 سنه ماشي يعني بقالك سنين في الاهلي بس يعني بقالكم كتير نقول 15 سنه زي ما انت بتقول يمكن اكتر كمان وانتوا جيل واحد مع بعض كنت ماشيين على المراحل السنيه ازاي يعني هل في البدايات كنتوا متاخرين شويه ولا برضه كنتوا نفس الكلام جامدين في كل لا 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 يعني راكبين على جيلكم بالبلدي كده لا مش من اول ما بدانا خالص لا فسرحت شويه الكلام كده جبت من ورا شويه اول ما بدانا اول 11 12 13 والكلام ده كله اول ما بدانا كنا متاخرين شويه عن فرق كان في فرق ساعتها سابقانا بحبه وفرق مش يعني دلوقتي مصر البترول ترسانه دلوقتي الحاجات دول دلوقتي بس يعني كان زمان كان الفرق دي ساعات يعني كنا يعني انتوا سنه بعد الثانيه اتطورنا اتطورنا فانت بس يعني مش فاكر ان بس طب هل من اول 18 مثلا او 16 بدا يبان بدانا اخر طفره بس 6 سنين يعني وبعدين احنا حظنا حلو قوي في على صاله الزمالك ان احنا كل السنه بناخد الدوري في صاله الزمالك حصل بقى بلعب يعني صاله الزمالك صراحه يعني بيبقى ليها طعم تاني يعني ضحكتني والله العظيم يعني انت بقى بالنسبه لك تروح تلعب في صاله الزمالك انت احسن اللي بنلعب عايز تكسب هناك يلا يا جماعه اعملوا الماتش بالظبط فانتوا بعد 18 سنه حسيتوا ان بدأنا بداتوا تفرقوا بشكل كبير طيب طموحاتك طبعا اكيد ان انا سؤال سهل اكيد ان انا احترف بره طبعا لو ما يعني ربنا ما اردش الاحتراف فاكيد النادي الاهلي طبعاً. اكبر نادي هنا في مصر طبعاً. يعني عايز تكمل في الاهلي وترجع طبعا لو فرضا طلعت اعاره سنه او حاجه عندك مشكله مش مشكله طبعا لا ان انا احافظ على مستواي ان انا اثبت نفسي ان انا ارجع تاني بيتي بصراحه يعني بقى لي طول عمري وانا صغير يعني وشفت انت احمد راضي راح سبورتنج عمل ايه دلوقتي بقى نجم عندنا طبعا فهي الفكره هي النقطه هنا بالظبط مش معنى ان انت طلعت بره او يعني رحت اعاره سنه وبتاع انت بره النادي لا هتبدا وطول ما ده عايز وعندك الرغبه هترجع لان النادي الاهلي وصى على اولاده وانت شوف بتقول ايه انا هرجع بيتي فانت هتبقى يوم ما هيقول لك تعالى تقول له يا باشا انا راضي يقول لك انا رجعت طب نفس الكلام ليك بنفس الكلام ايه اكيد نفس الكلام برضو كل لاعب مننا بيبقى عايز الاحتراف واكيد النادي الاهلي طب سعيد في الاعتراف سعيد فيه بنحاول بنحاول قد ما نقدر مش انا بس يعني معظم بتلاقوا فرص باللعيبه المصريين مطلوبين دلوقتي بعد منتخبنا ما وصل طبعا عشان كمان منتخب مصر درجه الاولى عالم سبع عالم فلا مطلوبين وطبعا لو ربنا ما اردش في فيرست تيم نادي الاهلي هبقى موت نفسي بعافر ان انا ارجع له تاني يعني أكيد. يعني انت يعني انت حتى لو رحت اعاره سنه اتنين طلعت احتراف عادي سنه اتنين حياتنا كلها في النادي يعني طبعا فلا اكيد بعافر ان ارجع له من 7-8 سنين في النادي انا من 5 سنين من 5 سنين من خمس سنين كنت بلعب في اهلي مدينه نصر طبعا وبعد كده طبعا خدت بقى برد الملعب تلج بالليل ده انتوا عشان كده طالعين ما شاء الله مش هننسى ساعه الاستوديو ربنا ما يوريك ساعه باشا بروح هناك بقعد وعارف الساعه اللي في الملعب دي وانتوا ما شاء الله خدتوها من تحت لغايه ما وصلتوا طب كلمني عن يعني ايه اللي بيميز مدارس الاهلي وناشئين الاهلي في اليد ايه اللي بتميز يعني احنا الحمد لله نتائجنا حلوه جدا ليه انت وجهه نظرك ايه السبب مدربين طبعا يعني المدربين الجهاز نفسه اللي بيختار المدربين بيبقى مختار مدربين فعلا كفاءه يعني فعلا هم ليهم خبرتهم وليهم ان هم بيعرفوا يبنوا ان هم يطلعوا لعيبه كويسه جدا بصراحه شايف دي قوتنا وانت نفس الكلام يا هاب زي ما لسه بيقول مدربين بس احنا برضو عندنا حته كده
من صغرك انت في النادي الاهلي، يعني على رايك كابتن اشرف هو كان بيقول لنا قدرنا اللي احنا نادي الاهلي. طبعا قدر ده انت لازم تحمله. بالظبط. فاللي هو احنا من صغرنا هو انت بتبقى مرشح الاول لاي بطوله، فدي الحته دي بتتزرع جوانا، فدي بتبقى قوتنا يعني. بالظبط، قدر النادي الاهلي انت تكسب حتى لو ماتش ودي. بالظبط، حتى لو ماتش ودي انت حتى بتلعب طاوله يعني. احنا كنا زمان نقول لو انا بلعب طاوله باسم النادي الاهلي لا عايز اكسب. بالظبط، فده بيبقى حمل كبير جدا، لان هو عشان كده الناس بتقول تيشيرت النادي الاهلي تقيل، مش تقيل عشان تقيل يعني، لا تقيل عشان المسؤوليات. طيب هنقول عن موقف طريف حصل السنه دي، هنتكلم مثلا ايه في الماتش ده، ضحك احب افتكر حاجه فيعني حاجه حصلت في ماتش، حاجه حصلت في الاتوبيس وانتوا رايحين، موقف كده طريف حصل، تفتكر حاجه ولا ما فيش حاجه جايه لك دلوقتي؟ انا مش فاكر غير لقطه واحده، احنا في فاينل ماتش فاينل بتاع سبورتنج، اللي هو اخر ماتش، النور قطع، الصاله قطعت، النور قطع والماتش وقف ربع ساعه مثلا. يعني فكره انت ممكن تغير دفه الماتش دي خالص. والله بتبرد انت طبعا جالب. لا وكلنا بردنا اصلا وبتاع، بس قعدنا نسخن بعضينا بس قلت بس مش مكتوب لنا. انا قلت بقى انا اتخضيت طبعا مش مكتوب لنا. طيب هل مثلا الامور دي بتتعامل معاها ازاي؟ يعني لو حصل حاجه زي كده انتوا في الملعب بتتعاملوا ازاي؟ يعني خلاص نقلم داون ونهدى ونشوف الدنيا ايه ولا بنجمع جمعنا نفسنا في ساعتها الفرقه اول ما النور قطع قعدنا كلنا على الدكه، المدرب كابتن اشرف طبعا قال الكلام اللي هو كله لازم يهدى، كله لازم نركز لسه بدري، وكان ساعتها الفرق 3-4 لينا وكان لسه ناقص ربع ساعه في الماتش كتير، الماتش كتير فان النور يقطع وانت اللعيبه تبرد تاني فلسه عايز تسخن لسه عايز تدخل في مود الماتش، فكان لازم فاتكلمنا مع بعض. اول بقى 3-4 دقايق بعد ما نزلتوا فرقنا فيهم عنهم هم فرقنا يعني جه عليهم هم جه عليهم هم اللي علينا احنا توكل ده جه عليهم هم، عشان كده هو بيقول لك موقف بس انت مش عارف هيجي على مين. ده علمك والله انت كلامك صح، موقف طريف، انت لما النور يقطع والدنيا بتبوظ فجاه كده ما تبقاش عارف هننزل هيحصل ايه. بالظبط، يعني عارف لو انت نازل بدايه الماتش ممكن تبقى عندك كنترول شويه، انما الماتش واقف وربع ساعه بعد ما كنا راكبين بتبقى هي عليا بقى ولا ليا ولا الوضع، بتبقى هي الدنيا كده. الحمد لله. طيب خلينا نتكلم عن بداية الموسم خالص، لما كابتن اشرف عوض تولى المسؤوليه وبدا يتكلم معاكم والسنه دي والاعداد وفتره البدني، زهقتوا من البدني؟ يعني هل لما كابتن اشرف، كابتن اشرف بدنيا قوي فكان بيحب البدني، هل زهقتوا من البدني؟ هل قلتوا لا كتير قوي اللي احنا بنعمله ده، ولا كان بالعكس مرحبين بيه؟ لا كنا مرحبين بيه، لان عارفين ان كابتن اشرف طبعا اكيد هو فاهم هو هيوصلنا لايه، يعني احنا كنا صراحه واثقين فيه ثقه غير طبيعيه في الحته دي، يعني ما كانش في زهق بس تعبنا اكيد. تعبنا اكيد اشتكينا كتير يعني، عشان كنت لعيب زيكم عارف ان اصعب فتره طبعا، بس يعني جت في الاخر بنتيجه حلوه جدا بصراحه هنفتكرها سنين يعني ان شاء الله. انا سعيد بيكم جدا بجد ونورتوني وشرفتوني. علي الليسي طبعا سنتر هاب الفريق، نورتيني وشرفتيني، الف مبروك طبعا. محمد ايهاب مدافع الفريق اشكرك، نورتيني وشرفتيني، والف مبروك. شرفنا حضرتك، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين فاصل وهنستقبل الاسطوره مدير الفني الكبير الكابتن اشرف عواد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه طبعا برحب باسطوره كره اليد، مدير فني كمان فريق 2002 لكره اليد، طبعا الفائز ببطوله المرتبط، الاسطوره الكبير كابتن اشرف عواد. اهلا بك يا كابتن اشرف. اهلا وسهلا كابتن هيثم، مبارك، منورنا وحشنا حبيبي. وانت والله اكتر كابتن مبروك. ربنا الله يبارك فيك، ربنا يخليك كابتن اشرف. هبتدي معاك القصه من البدايه، طبعا انت حضرتك كنت مع جهاز الدرجه الاولى السنه اللي فاتت، وطبعا شاركت معاهم في حاجات كتيره جدا وانتصارات كتير وحتى وقت صعب كمان كتير، فتوليت المهمه لفريق 2002. كلمني فكرت ازاي في بدايه المهمه، شفت يعني الحمد لله طبعا. وبعد ما كنت مع الفريق الاول في الفتره الاولى ديت طبعا كان جه رئيس الجهاز الكابتن ياسر لبيب وكلفني بمهمه ان انا امسك فريق 2002. طبعا الفرقه ديت كانت من الفرق اللي هي القويه، والحمد لله يعني اللي احنا ربنا وفقنا اللي احنا نحقق بيهم حاجه. هم طبعا كلهم عناصر مميزه في اللعبه وعناصر تنبأ لهم بمستقبل كويس، كان اللعيبه اللي موجوده او اللعيبه اللي هتطلع بره النادي او هتبقى احترف، فهم الحمد لله قدرنا ان احنا من اول السنه، يمكن احنا بدانا فتره اعداد بدري شويه 3-7 يمكن هم بدري يعني قوي بدري يعني جداً. عشان لان كانت الماتشات بدانا اول ماتش 16-9 واللي كان عاقب كمان قدامنا اللي احنا تاني ماتش بعد اول ماتش كان ماتش الزمالك، وده طبعا كان ماتش مهم جدا اللي احنا عايزين نكسبه. الحمد لله قدرنا نوفق ان احنا فتره الشهرين دول نعمل فتره اعداد حوالي 6 اسابيع، بعد كده عملنا اسبوعين مباريات وديه تدريجيه كده. طلعت معسكر داخلي في حته او حاجه يا كابتن، ولا اكتفيت بالتدريب هنا في مصر؟ لا احنا اكتفينا بالتدريب هنا في مصر لفتره الاعداد، وبعد كده بدانا تدريج مباريات وديه يعني مع الزهور وبعد كده العبور، وبعد كده بدانا تدريجي لحد ما لعبنا ماتشات قويه، لعبنا حتى مرضى فرقه الجيش،
وبعد كده بدانا مع الفريق الاول، لعبنا مع حداء الاهرام، لعبنا مع عيون العرب، لعبنا فرق درجه اولى. جميل جدا. يعني دخلتوا جاهزين معسكر؟ دخلنا جاهزين الحمد لله من اول السيزون. يعني كسبنا الزمالك 3 مباريات اللي كانوا بتوعنا، والحمد لله طبعا ربنا وفقنا. طبعا الولاد كانوا قد المسؤوليه وكان ايديهم في ايدين بعض، ونعم كان في تقل شويه في التمرين وشويه تعب، بس هم الحمد لله يعني قدروا ان هم يوفروا يعني يجتهدوا في الفتره اللي هي اللي احنا كلنا فيها ديت، وقدروا ان هم يعني كلهم يبقوا في ايد بعض، فده ربنا وفقنا. لان كان تاني ماتش مشكله بالنسبه لنا، مش مشكله طبعا، ان كان ماتش الزمالك. الزمالك على طول صح. وطبعا انك تعرف ماتشات اهلي وزمالك طبعا بطوله لوحدها، تخسر ده بطوله لوحدها. قدرنا الحمد لله اللي احنا طول الموسم يعني كذا مره لعبنا الزمالك. انا كلمت الولاد يمكن في الاول خالص، يا جماعه احنا دلوقتي لينا ثلاث اهداف. الهدف الاول اللي احنا ندي البنقط للفريق الاول، والهدف الثاني كاس مصر، والهدف الثالث اللي هو الدوري بتاع مصر. فربنا وفقنا ان شاء الله، وهم فعلا كانوا رجاله معايا طول الموسم يعني الحمد لله. طب قول لي يا كابتن، يمكن السنه دي تعرضت لمطب بامانه، اي فرقه تتعرض له ممكن تخسر البطوله اللي بعديها على طول، وهو خساره مفاجاه. انا بقول ان انتوا كنتوا يعني كويسين جدا، وما كانش يعني ده انتوا بالعكس، ده انتوا قرعه كاس مصر طلعتوا كل الفرق جدا. يعني طلعتوا الزمالك في دور ال 16 طلعتوا في دور الثمانيه جيش صح؟ طلعنا الجيش في دور ال 16، وبعد كده الزمالك، وبعد كده رحنا السيمي فاينل والفاينل مع الشمس والجيش. طلعتوا الفرق القويه اللي كانت ممكن، الفرق القويه اللي كانت ممكن، فكان حاجه مفاجاه. ودي ماتشات الكاس ده طبيعي، ما اتفقناش في ماتش البنك الاهلي. بعديها عندك ثلاث مباريات اللي هم المرتبط بقى، فكان عندك اكيد دروب نفسي. اتعاملت مع دروب نفسي اللعيبه ازاي؟ يعني هو انا عاوز حضرتك الماتش الكاس قدر الله ما شاء فعل، احنا خسرنا الماتش، بس احنا كان عندنا في ماتش الشمس كان في مروان حاتم وعلي الليسي وقعوا عاد خطيره جدا جدا صابوا. يعني اتصابوا يعني خبر ابيض. يعني هم كانوا تاني يوم الماتش، كان يعني السيمي يعني فاينل والفاينل تاني يوم. إيه طبعا يعني ماتشين سيمي فاينل فاينل في يومين ورا بعض، في يومين ورا بعض يعني. لعبنا الشمس ربنا كرمنا، بس خسرت لي كده خلاص. خسرت لي عندك اتنين لعيبه، وكان يمكن كمان قبل الكاس سيمي فاينل والفاينل الكاس عمر الشريف جاله سبرين انكل، عمر الشريف اللي سافر اسبانيا. تمام. وماتش الشمس طبعا مروان لما وقع والليسي كانت مشكله طبعا. هم حتى يعني كلمتهم قبل ماتش سمي قبل الفاينل في البنك الاهلي، ايه الاخبار وعاملين ايه وكده. يا كابتن احنا معاك. قلت لهم لو حصل اي حاجه، طبعا اهم حاجه صحه اللعيب طبعا. طول عمرك كده فقلت لهم لو حصل اي حاجه او اي حد حاسس بحاجه يقول لي، مش مهم اللي احنا هنخسر، بس مهم حياه اللعيب يعني. قلت له يا كابتن ما فيش مشكله معاك. وهم فعلا كانوا رجاله جدا، بس يعني طبعا في عناصر ناقصه كتير من الفرقه وعناصر متعوره، بس انت فسرت لي فهو ده اللي اثر علينا شويه. انت عندك اصابات وعندك بدلك في ماتش بعد كده، ما هو كان اصابات ثلاث ماتشات. ثلاث ماتشات بعد كده هم دوري المرتبط اللي هو البطوله الاهم اللي هو الدوري بتاعك بالظبط. عملت ايه؟ احنا خدنا يوم اجازه، خدنا يوم اجازه اللي هو ثاني يوم، واليوم اللي بعديه طبعا ما كانش فيه الا هو خميس وجمعه. يعني كلمتهم قلت لهم بص يعني قدر الله ما تشاء مباراه الكاس، خلاص ننسى المباراه دي، اهم حاجه البطوله اللي جايه. مباراه الكاس اي فرقه بتكسب اي فرقه، حتى اديتهم مثال كان في مارسيليا بتلعب فرقه باريس سان جيرمان، ومارسيليا كسبت، وبعد كده مارسيليا لعبت فريق انجي في الدرجه الثالثه ومارسيليا اللي خسرت. فقلت لهم الكاس ده رايح كده، لكن الدوري احنا الحمد لله ماشيين المرحله الاولى، والمرحله الثانيه لحد اخر ماتش اول فهي الحاله النفسيه قدروا ان هم يلموا نفسيهم. احنا مش هنتمرن طبعا، مفيش وقت خالص يعني، خلاص خميس وجمعه نفسيا، فهي الموضوع نفسيا. هم الوقت كانوا قدوا المسؤوليه كلهم بصراحه، ما حسوش بنقص العدد، لا كلهم كانوا موجودين، اللي كان ايهاب وعلي وبودي وكل اللي كانوا موجودين طبعا، مش عايز انسى حد يعني. قدروا ان هم يلموا بعدين، والحمد لله كسبنا الجيش، وبعد كده كسبنا الزمالك تاني سبورتنج في الفاينل، وسبورتنج في الفاينل كان ماتش يعني ثلاث ماتشات صعبين. ممكن ماتش الزمالك طبعا اصعب من البنك الاهلي، اصعب من بنك الاهلي، انك تطلع من خساره وبعد كده بقى تبقى في حاله نفسيه اللي انت يعني يدل على قوه الفريق برضو. خلي بالك بالظبط ما شاء الله يعني، لان هم الحمد لله الولاد كلهم يعني تماسكوا مع بعض في الثلاث ماتشات دول، هم ثبتوا حد واثنين، وعرفوا ان احنا خسرنا بطوله. البطوله اللي جايه دي هي البطوله الاقوى طبعا، بطوله الدوري، انك ماشي على طول الحمد لله طول المراحل الاولى كلها ماشي اول. فالحمد لله الولاد قدروا ان هم يجتمعوا مع بعض، وقدرنا ان احنا نكسب الماتشات. يمكن هو حصل دروب شويه في ماتش الزمالك اللي كان في الجيش الشوط الاولاني، لكن برضك هم فعلا رجاله. انا بشكرهم يعني، انا عايز اقول حاجه، انا بشكر الولاد جدا 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 اللي عملوه طول لا بجد يعني هم فعلا رجاله. كنت قاسي عليهم شويه، كنت قاسي على شويه لعيبه، كنت مش عارف ايه، لكن هم بصراحه مع بعض استحملوني يعني. حتى كمان يعني
هو كان فاضل اسبوعين دوري وكاس، فاللي ساب بقى امتحاناته واللي ساب كليته واللي يعني، فدي طبعا حاجه قدرها فيهم يعني. وهم لعيبه طبعا فعلا مميزين كلهم يعني، مش عايز اقول اسماء حد، ان هم كلهم 16 لعيب يعني، على يعني كلهم في ظهر بعض وكلهم رجاله يعني. طب الجيل ده شايفه مميز يا كابتن، جيل 2002 ده في النادي الاهلي، شايف في لعيبه ممكن يعني اثنين لسفوا انا عارف راحوا جالهم عقود بره، شايف الجيل ده ممكن يكون منه لعيبه بروميسنج قدام نلاقيهم نجوم ان شاء الله يعني؟ لسه يعني الجيل دوت، الجيل ده من الاجيال القويه جدا. يعني اقول حاجه، احنا عندنا 6 لعيبه في المنتخب، منتخب 2002 لعب كاس عالم في شهر 6، رادي ومروان وجده ومهاب ووهبه، فدول هيلعبوا كاس عالم ان شاء الله، دول هيلعبوا دول مع المنتخب. غير بقى طبعا بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، غير المجموعه اللي كانت موجوده الثانيه، اهاب وليسي وبودي والستايل ولولا وعلي، انا مش عايز انسى حد طبعا، واحمد عمر شوقي، كلهم رجاله بصراحه عملوا اللي عليهم. فجيل حلو، جيل في جيل حتى اللي بره المنتخب جامدين جدا بالظبط يعني. هم انا حتى من اول السنه قلت لهم يا جماعه يعني استثمر نفسك، انت مش نهايه، دي نهايه مرحله في الشباب، مش نهايه مرحله هاندبول. لو قدرت ان انت تعمل حاجه السنه دي كويسه وتاخد دوري وتاخد كاس، ربنا هيكرمك، هتلاقي نفسك حلو. استثمر نفسك دي طبعا حلو يعني، استثمر نفسك انت شغل احتراف. انت خلصت مرحله شباب، ناشئين وشباب، خلاص دخلت مرحله الكبار، فلازم اخر سنه دي تعمل اقصى مجهود ليك، هتلاقي الانديه هي اللي هتجي لك. وياما لعيبك ثابت النادي الاهلي سنه ورجع، وياما لعيبه ثابت النادي الاهلي رجعت سنه، شد حيلك في اي نادي تاني لو مالكش فرصه في النادي الاهلي، هتلاقي نفس النادي الاهلي يرجع لك تاني، شد حيلك في كل حته هتلاقي نفسك دخلت منتخب. فهم بصراحه يعني، ولاد كانوا يعني على قد المسؤوليه طول الموسم كله طبعا. طيب ما ينفعش كابتن اشرف عواد ما يكونش معايا، وما كلموش عن الفريق الاول عندنا في النادي الاهلي، وما اتكلمش كمان عن المنتخب، يعني حضرتك اسطوره كبيره ولازم نتكلم. انا هبتدي بالمنتخب. يمكن المنتخب انهى التعاقد مع بروندو، وتعاقد طبعا مع كارلوس باستور المدير الفني الجديد، اسباني هو برضو، بس هو متفرغ يعني، هيجي متفرغ للمنتخب، مش هيبقى وراه اي يعني. مستر بروندو كان متعاقد مع فريق في المانيا وكان بيمرنه. شايف توقيت التعاقد كويس يعني؟ حلل لي التعاقد ده. هو طبعا فوائده مستر باستوري من المدربين الاقوياء جدا، الحمد لله يعني اللي احنا جبنا مدرب زي ده، مدرب منتخب. عارفه انت من قبل ما يجي كده؟ طبعا مدرب على خبره عاليه، احنا كان نقصنا بس اللي احنا نجيب مدرب بتاع بطولات. مستر بروندو كان موجود، كان بيكون فرقه، بيعمل فرقه، فالحمد لله قدرنا نلعب 19 21 نحن حاجه كده. احنا عايزين خلاص بقى ايه، نطلع مصر. فمستر باستوري من المدربين اللي بيعرف يعملوا بطوله، وهو واخد بطولات جديده يعني. وطبعا مجلس الاداره بتاع الاتحاد، وطبعا كابتن ايمن صلاح رئيس المنتخبات، قدر ان هم يحطوا عينيهم على مستر باستوري، وربنا يكسبهم ويوفقهم ان شاء الله. وفي الفتره الجايه وقت يعني ان هو يقدر يجمع لعيبه من اللي موجودين. احنا عندنا حوالي 8 9 لعيبه في اوروبا، وفي لعيبه جيدين جدا من في مصر هنا موجودين، هو ممكن يبقى القاعده عنده اكبر، القاعده عنده ان هو يختار من اللعيبه الموجوده، خاصه ان احنا الجيل بتاعنا اللي بيلعب كاس عالم السنه دي جيل قوي جدا، والجيل طبعا جيل قوي، واحنا دلوقتي مصنفين من الستة الاوائل في العالم يعني. جيل يستهان بيه اللي هو 2002 ده، وجيل 2002 ده في ناس كتيره يعني، يمكن ظهر اخيرا مهاب كابتن سعيد، كابتن الفريق والباك رايت بتاع المنتخب اساسا، ولعبوا مع المنتخب الكبير كويس، المنتخب الكبير هو ومحسن رمضان. وعندنا برضك في ناس مبشره يعني، عندنا في جده، عندنا في عمر الشريف، اسلام رادي، مروان، كل الناس اللي موجوده ديت، مش عايز انسى حد طبعا، انهم كلهم يقدروا ان هم الفرصه الجايه ان هم يخشوا المنتخب. والراجل مش عارف مين يعني مين في المنتخب ومش منتخب من الناس اللي بره، لكن يختار اللي هو عايزه، فهم الناس كلها تشد. شايف اختيار يعني، انت شايف اختيار موفق جدا، وشايف انه ان شاء الله منتخب مصر، لا ان شاء الله منتخب مصر يعمل حاجه في الاولمبيات الجايه باذن الله، وبعد كده كاس العالم باذن الله ان شاء الله. طيب ننتقل للفريق الاول، يمكن منذ تولي المسؤوليه مستر ديفيد ديفيدز شفنا تحسن في المستوى واحده واحده وصولا لغايه ما فزنا على نادي الزمالك فرق 5 أهداف على ما اتذكر، والاداء كان حلو بصراحه يعني، برغم ان احنا يعني اهدرنا 3 ضربات جزاء او رميات جزاء في الشوط الاول، ولكن انتهت المباراه بفرق 5. شايف الفريق الاول ايه اللي اختلاف النهارده في الفريق الاول؟ هو طبعا عايز اقول حاجه، ان مستر ديفيد زيد من المدربين اللي هم منظمين جدا جدا، عارف يعمل ايه كل حاجه، وطبعا الموضوع كله مش في الملعب، موضوع بره الملعب، هو قدر ان هو ينظم الحته فعلا. طبعا قدر ينظم الحته اللي هي خارج الملعب، اوضه اللبس التغذيه بتاعت اللعيبه والتركيز بتاع اللعيبه والفيديوهات، تفاصيل كل التفاصيل، هو ما بيسيبش تفصيله الا ما بيشتغل عليها. فده يمكن هو من نجاحه ان هو منظم من ساعه ما كان 2016 مع المنتخب،
يمكن كمان كان بيستعين بلعيبه من الفريق بتاع 2002، قالوا لي ان هم كانوا اهاب وبودي وستايل، يعني كل الموجودين وليسي وكل الموجودين دول كان بيستعين بيهم، ودي كانت حاجه فرصه كويسه. وكان الراجع على فكره يعني هم صغيرين، هو بيحفزهم انتوا مع زيكم زي الفريق الاول العب واجتهد، فدي حاجه كويسه طبعا بتميز مستر ديفيز. يعني شايف كان السنه اللي فاتت بيشتكوا اكتر، او جمهور النادي الاهلي بيشتكي، او ملاحظ يعني ساعات بيبقى فيه اخطاء في نهايه المباراه، بتبقى انت كاسب طول المباراه ممكن تيجي اخر دقيقه تخسر او ماشي ايكوال، الاخطاء دي قلت، شايف خبرات اللعيبه زادت ولا مستر ديفيد ديفيز اشتغل على الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه بقت افضل؟ حلو، النفسيه بتاعت اللعيبه افضل. الموضوع كان في روح مكسب، كان بقى في روح المكسب، الفريق عايز يكسب باي طريقه، هي دي اللي حصلت. ماتشات الاهلي والزمالك كلها كانت كده، ما كنا احنا بنلعب، بس انا الحمد لله كنا بنتوفق يعني. صحيح. يعني لما كنا بنتعادل مع الزمالك كان هو اللي كسبانين واحنا اللي زعلانين طبعا. جيلكم انا عايز اقول لك طبعا الزملاء، الحاله النفسيه اللي موجود فيها الفريق الاول دلوقتي طبعا حاله كويسه جدا. ماتش الزمالك طبعا فرق معاهم ان هم يكسبوا فريق 5 اجوان، دي حاجه مميزه، ربنا يكرمهم في الماتشات اللي جايه. يعني هم عندهم بكره وبعد ماتشين مهمين جدا مع البنك الاهلي وسبورتنج، ويوم وتاني يوم رمضان ان شاء الله يعني يكسبوا الزمالك وتبقى فرحه يعني، ونقدر بقى ناخدها يعني السبت يعني. طب شايف السوبر الافريقي وبطوله افريقيا ابطال الكؤوس اللي هتعمل ان شاء الله في النادي الاهلي في شهر مايو، شايف حظوظنا ايه؟ شايف السوبر الاولاني هيبقى الزمالك والاهلي والترجي، انا سمعت لغايه دلوقتي، ولا في حد رابع جاي ولا لسه؟ مفيش حد، بس هم هيجيبوا حد رابع على توقع الاتحاد الافريقي هيجيبوا يعني مع المجموعه، مع المجموعه اللي موجوده طبعا الفريق الاول ومع تدعيمات احدى المحترفين هتلاقي الامور بقت افضل يعني، وخصوصا ان المباراه تبقى في صالتنا وطبعا وجود جمهور، فدي هتبقى حافز لينا وحافز اللعيبه مع الفتره اللي جايه دي لحد شهر 5 ما نخلص الدوري، ربنا يكرمنا يكون خدنا دوري وكاس، فتبقى نفسيا اعلى طبعا. وحاجه شيء طبيعي كابتن هيثم ان اللعيبه لما بيكسب بيبقى نفسيته احسن. صح. لكن لما بيخسر يبقى يقول لك الحظ ومش الحظ، لا شد حيلك واجتهد هتلاقي الامور كلها ماشيه. وانا شايف ان الفريق الاول ماشي طبعا بخطه ثابته، كابتن ياسر لبيب يعني موفر لهم كل حاجه، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عامل شغل قوي جدا مع الفريق، وكابتن هاني النجدي المدير الاداري يعني ماشيين كل الامور بصفه بشكل كويس جدا جدا. طبعا انا عايز اشكر طبعا كابتن احمد سالم ده يعني مدير قطاع الناشئين او رئيس قطاع الناشئين، طبعا كان الراجل يعني كان واقف معانا من الالف للياء، مش معانا احنا بس، مع كل الفرق. صحيح. الراجل شبه ما بيقعدش في بيتهم يعني. صحيح. يعني على طول معسكرات هنا مع الفرقه، هنا مع الفرقه، هنا ما بيبخلش بجهد على النادي الاهلي، ان هو من النادي الاهلي ويحب النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي الكيان ما حدش يقدر يبخل عنه بحاجه. ويعجبني فيكم بامانه يا كابتن ان انتم في اي مكان بتخدم النادي الاهلي، يعني انا مش فارق معايا يعني مش فارق معايا في الفريق الاول، رئيس قطاع، مدرب، انا اللي فارق او مدير فني، انا فارق معايا ان انا جوه المنظومه جوه الكيان اساعده باللي انا اقدر اساعده بيه. هو فعلا كان كده، وحتى كابتن ياسر وكابتن هاني وكابتن ابو زيد كل اللي موجودين يعني كابتن يحيى مصطفى يحيى، كل الناس الموجوده بيساعدوا النادي في اي حته يعني. ما فيش حاجه اسمها انا مدير اداري بتاع الفريق الاول، لا ده انا اداري بتاع الفريق 2002، ده انا دكتور مش عارف، لا كل واحد بيقدر يساعد في المنظومه بتاعت النادي او في الجهاز كره اليد، بتبقى الامور كلها ماشيه كويسه. طب اقول لك يا كابتن، ماتش السنه دي او الدوري السنه دي بالنسبه لك كان في مباراه صعبه انت كان على الخط وانت واقف عليها، خلصتها قلت الحمد لله ان انا عديت المباراه دي على خير، ايه المباراه اللي انت قلت فيها كده؟ هو ماتش واخر ماتش بتاع سبورتنج الموقع. والله يعني كل الولاد قالوا كده على فكره. بالظبط الماتش ده هو ليه؟ الماتش احنا بدانا الساعه 12، خلصنا الشوط الاولاني الساعه 12:30، بدانا الشوط الثاني مثلا 1:10، 2:15 بدانا الشوط، بدانا الترد يعني الماتش حوالي ساعه الا ربع النور قاطع. مستحيل الاولاد قالوا لي. فده يعني كبا قوسين ادنى، اللي انت خسبان يا عليك يا عليهم عليك، ما تعرفش هتسمع فين بقى. فمش عارف، وحتى كمان يعني النور قطع في صاله الزمالك، النور قطع 45 دقيقه. هم كانوا عايزين يلعبوا في الضلمه، فطبعا كان في ذكاء من الستايل الجون بتاعنا، انا مش شايف لازم النور يجي، فيعني يعني هو فعلا مش شايف يعني هنخسر، لكن الحمد لله ما النور جه، الولاد قدروا ان هو احنا نلم نفسنا في ال 12 دقيقه ديت ونكسب المباراه. قلت لهم ايه يعني دلوقتي النور قطع، جمعتوا نفسكم على البنش يعني، جمعنا نفسكم، انت قلقان الفرقه تفرط، ما هي قلقان ان هم يريحوا، ننزل بقى مباراه من جديد، هتنزل مباراه جديد. ممكن تيجي بص لها في 6 جوان دخلوا فيك فجاه. بقى هي كده، ما هو بالظبط، لكن يعني الحمد لله قدرنا ان احنا يعني لازم يا جماعه لازم تركزوا، لازم انسى بقى اللي حصل كله وخلاص، هم 12 دقيقه، ما 12 دقيقه يعني مكسب دوري او خساره دوري،
لكن الحمد لله الاولاد كله يعني اكتفوا حوالين بعض ويلا وكسبنا الحمد لله. يعني خدت نفسك. اه بالظبط. لان كمان يعني انت لسه من ثلاث ايام خسران كاس يعني قدر الله مش هفعل مش معقوله بقى تخسر الدوري كمان يعني. واحنا الحمد لله وهم اللي كانوا مصممين كمان ان ماتش الدوري ده عايزين نشيل الدوري في نادي الزمالك. الحمد لله هم مصممين على كده لان كل ماتشاتنا السنه دي كانت في نادي الزمالك وكسبناه ما عدا ماتش واحد بس اللي هو في الجيش يعني. لكن الحمد لله هم يعني كانوا على قد المسؤوليه يعني. يمكن صاله الزمالك وشها حلو علينا وشها حلو عليها وعليهم كمان. يمكن حصل دروب السنه اللي فاتت برده كان ماتش الاهلي والزمالك بردك سنه كنتش معاهم لسه. كان برضك لو كنا كسبنا الزمالك في الزمالك السنة اللي فاتت كانوا خدوا الدوري بس يعني قدر الله ما شاء فعل يعني كانت الظروف غير كده مش مساعدة يعني غير كده. طب قول لي يا كابتن يعني يمكن يعني عندك بلان أكيد يعني أنت شايف أنه اللعيبة دي في مجموعة مع المنتخب خلاص في ست لعيبة خلاص وتقريبا الموسم خلص صح يعني. فلو استمريت مع الجيل ده هيطلع لك جيل 2003 2004 2004 هم دول 2002 2003 2002 2003 2003 مكملين معاك. لا 2003 2002 2003 ده جيل ايوه تمام ماشي. اللي يطلع 2004 واللي تحته 2006 2006 هيطلع لك 2004 تمام. 2004 طالع و2004 مرتبط السنه دي برضو مرتبط السنه دي وال2006 مرتبط برضو بالظبط. يعني شايف طموحاتك مع الفريق ايه؟ شايف فريق 2004 هيجي برضو ما شاء الله نفس الكلام مع الرجاله دي ولا شايف محتاجين لسه حاجات معينه تدعيمات بتاع؟ هو طبعا اي حته في النادي الاهلي اشتغل فيها يقول لي النادي الاهلي اشتغل فيها دي ما فيهاش مشكله. لكن انا في 2004 السنه اللي فاتت حصل بردك ضروب ومسكتهم في اخر الموسم والحمد لله ربنا كرمنا بالكاس مصر يعني. هي فرقه طبعا مميزه وحصل لها تعديمات السنه دي جبنا كذا لعيب مميزين كويس. ففرقه قويه فربنا يكرمهم ان هم يكملوا على المسيره ديت لسه قدامهم دوري كاس. لكن يعني على حسب بقى ايه هنشوف تشكيل الجهاز تشكيل ايه يعني 2004 2006 فريق اول انت في اي مكان انت في اي مكان بتهدم من النادي الاهلي بس انت شايف فريق 2004 فرقة بعد التدعيمات فرقه مميزه جدا وفرقه يعني قويه وفرقه بتنافس على دوري وكاس وربنا يكرمهم في الماتشات اللي جايه باذن الله. طب اقول لك يا كابتن اشرف يعني حضرتك برضو اسطوره كبيره وحتى في الكنترول بيقولوا لي يعني ان حضرتك حببت الناس في كره اليد. انا والله بيقولوا لي كده وانا في الحوار مع حضرتك ودي حقيقه. انا واحد من الناس كنت بعشق يعني احنا يمكن جيل واحد قريبين من بعض ولكن كنت بعشق لعبك. يعني شايف مين من اللعيبه النهارده في مصر سواء محترفين هنا او بره او جوه يعني شايف مين اللعيبه اللي انت شايف ان هو فعلا يتقال عليه لعيب قماشه ما حصلتش لعيب فنان يعجبك يخش مزاجك يعني انت بتحب تتفرج عليه يعني بالنسبه للفرقه يعني لا كل يعني كل لعيبه مصر يعني في الاهلي في الزمالك مش فارقه اللعيب اللي بتتفرج عليه منتخب مصر كده او بره منتخب مصر بتحس انه موهوب. لا الولد ده موهوب يعني اللي بصراحه مش عشان هو 2002 اللي فاجئني بصراحه المهاب مهاب طبعا قدر يستغل الفرصه كويس من احسن لعيبه في المنتخب وسنه الصغير ونلعب كاس عالم فريق اول مره لعبه هو لعب قبل كده كاس عالم لكن نلعب مع الفريق الاول دي حاجه كويسه طبعا بالنسبه له. شايف ان هو موهوب. يعني موهوب يعني فعلا طب شخصيته موهوب مهب شخصيته لا يعني لعيب قيادي يعني عنده ثبات انفعالي شخصيته عنده ثبات انفعالي وان هو يخش في اختبار زي ده في كاس عالم وبعد هو مثلا يحيى خالد في الاصابه ديت بالظبط فان دي حاجه كويسه هو ومحسن رمضان طبعا دي حاجه مميزه ليه يعني وكمان في احمد عادل من اللاعبين اللي هم مقاتلين بصراحه هو مقاتل مش لعيب هو بلعيب مقاتل وعامل طفره يعني من اللعيبه اللي هي مميزه جدا يعني صحيح. اللعيبه دي يا كابتن ليها الشرف ان حضرتك تقول عليهم كده وكل لعيبه طبعا الفريق الاول بتاع النادي الاهلي مستر حمايه يعني ملاحظات يعني فيصل وخليل واسلام وكل الفرقه يعني كل الفرقه لعيبه مميزين في حضرتك اي لعيب حضرتك تتكلم عنه كويس ليه الشرف ما فيهاش كلام يا كابتن حبيبي ربنا يخليك يا كابتن مصر ربنا يخليك والف مليون مبروك الله يخليك ودايما بتوفق زي ما انت كده ان شاء الله على طول الله يخليك. انا بس في الاخر بس احب اشكر كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي كابتن ياسر لبيب كابتن هاني لاين كابتن احمد سالم الجهاز الفني والطب اللي كان معايا كابتن مصطفى يحيى وكابتن شهاب وعايز اشكر طبعا الولاد بتوع جيل 2002 2003 كانوا معايا كلهم انا عايز اقول لك بقى ستايل مصطفى لولا عايز اقولهم بالاسم لان هم عشان بس يعني كلهم ستايل مصطفى لولا عبد الله في ناس كان معايا مصطفى من 2004 علي يعني عايز اقول لك حاجه بقى علي ده من اللعيبه يمكن ما لعبش كتير
بس يعني كان قلبه على الفرقه راجل. يعني نيمار، مروان، ليسي، احمد عمر شوقي، صابر حسين، مهاب، مهند، اهاب، عمر شريف، جده، كل اللعيبه بصراحه بشكرهم على اللي عملوه معانا واللي عملوه لنفسيهم، وفعلا هم كانوا رجاله ويستاهلوا اكتر من كده، وربنا يكرمهم في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. مبروك يا كابتن، والف شكر. وموفق كابتن اشرف عواد، اسطوره مصر كره اليد، مبروك ودايما موفق يا كابتن. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع فريق مرتبط كره اليد 2002، واللي حصدوا لقب او بطوله دوري المرتبط في يعني اداء رائع. بشكرهم طبعا على هذا المكسب، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.